اهلا وسهلا ومرحبا بكم في الاحد الرياضي الليله 13 ديسمبر 2015 باش نحكيو على جوج مباريات متاخره لحساب الجوله الرابعه وحساب الجوله الثامنه، وكان فيهم النجم الساحلي هو الفائز اولمبيك سيدي بوزيد والنادي الافريقي. باش نحكيو بالاساس على جوج مباريات هذوما، لكن باش نحكيو زاد في قضايا رياضيه اخرى تهم شان الكره التونسيه. خلينا نبداو ساعه بترحيب بضيوفنا الفريق الفني القار معنا انيس بوجلبان. اهلا وسهلا ومرحبا بك. مرحبا بك ابراهيم. اهلا وسهلا مجدي تراوي. اهلا وسهلا. مرحبا بك ابراهيم، سادة الحضور وسادة المشاهدين. مرحبا بك. قالوا لي اليوم عيد ميلادك مجدي. اليوم عيد ميلادي سبري. ان شاء الله كل عام انت حي بخير. ربي يفضلك عايشك. وجهك مبروك على النجم الساحلي معناها. كاو. قول لي انا ما قلتش انت قلت. لا سي نورمال كاو. اليوم عملت كما قال لي بكري سي عبد الباقي، عملت 18 سنه اليوم. 18 سنه. صغير في عمري. اليوم اليوم بلغ سن الرشد معناها مجدي تراوي. نجم يسرى معنا البعض مصلين. سليم الجديد باش نحكيو في الموفيولا اليوم، برشا يحكيو على الكوفرون في الماتش نتاع اليوم، تو نحكيو بعد نجيو للتفاصيل نتاع الماتش نتاع النجم الساحلي والنادي الافريقي. مرحبا بك. اهلا وسهلا. مرحبا بك. الاحد الرياضي وزميلنا الصحفي رئيس تحرير جريده الصريح، سعداء ان تكون معنا عبد الباقي بن مسعود. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك، اهلا بكل المشاهدين، مبروك سي مجدي تراوي مره اخرى. اهلا وسهلا. نبداو اليوم في مختلف فقرات الاحد الرياضي، نحكيو على الانتصار رقم 14 للنجم الساحلي مقابل الانتصار رقم 12 للنادي الافريقي في 39 مباراه دارت بين الزوز فرق هذوما في اطار البطوله المحترفه لكره القدم. مدايا ربما رقم الاثنين من مجموعه ارقام باش تتابعوها الان في تاريخ المواجهات بين النجم الساحلي والنادي الافريقي في تقرير خاص اعده لكم زملائنا صالح الهداوي سامي بوعزيز. الكلاسيكو رقم 117 بين النجم الساحلي والنادي الافريقي يحمل في تاياته ارقام بالجمله في عدد البطوله. لغه الارقام تؤكد اسبقيه النادي الافريقي الى حسم 43 مواجهه من مجموعه 116 لصالحه. فيما كان نصيب النجم من الانتصارات ب 35 مباراه. مع نهاية 38 لقاء على نتيجة التعادل. الأفضلية في الأهداف كانت لنادي باب جديد ب 123 هدف والنجم ب 114 هدف. أعرض انتصار في تاريخ الكلاسيكو بين النجم والإفريقي منذ العمل بنظام الاحتراف موسم 96-97 كان بنتيجة 4-1 لصالح النجم الساحلي تحديدا في ذهاب 2002-2003 بالمنزه يوم 27 أكتوبر 2002. فيما يعود الانتصار الأعرض للإفريقي على النجم في الرابطة المحترفة الأولى ب 3-0 إلى إياب موسم 2009-2010 الأكثر تهديفا في تاريخ الكلاسيكو في الرابطة المحترفة الأولى منذ موسم الاحتراف كالعادة 96-97 من جانب الإتوال نجد بغداد بونجاح 4 أهداف، ومن جانب النادي الافريقي وسام بن يحيى كذلك ب 4 أهداف. اسرع هدف في تاريخ الكلاسيكو منذ الاحتراف بين النجم والافريقي سجله المرحوم لطفي البكوش، كان ذلك يوم 2 نوفمبر 1996 تحديدا في الدقيقه الثانيه. منذ 96-97 الاكثر مشاركه في الكلاسيكو كان الحارس ايمن بلبولي ب 18 لقاء. 17 ورقة حمراء تشهر في تاريخ مواجهات النجم والإفريقي في بطولة الرابطة المحترفة الأولى.
الكلاسيكو نبدا بعبد الباقي بن مسعود، هذايا المره 117 يلعبوا الفريقين نجم الساحلي والنادي الافريقي بعضهم في بطوله الرابطه المحترفه، وهو الانتصار رقم 36 على النادي الافريقي بالنسبه للنجم الساحلي. والله هو الارقام معناها متقاربه جدا بين النادي الافريقي والنجم، ثماش هو كبيره، هذا دليل على انه الفريقين معناها متقاربين في تاريخهم كل، في سواء في بطوله سواء في الكاس، مره عندي مره عندك، ثم انه غالبا ما يصعب التكهن بنتائج المباريات هذه، معناها عم ناول نتفكروا معناها انه النجم مشى لتونس وربح النادي الافريقي اللي كان بطل، فهمت كيما النادي الافريقي في مناسبات سابقه استطاع انه يفوز على النجم في سوسه. اليوم مباراه اليوم ما شدتش على القاعده هذه، شفنا معناها مستوى متقارب من الفريقين، تو نرجعوا لها بعد. ثم انه العلاقه بين الفريقين هذوما كانت علاقه قويه برشا على مر التاريخ. معناها الشيء المعروف انه العلاقه بين النجم والنادي الافريقي كجمهور كملاعبيه كهيئات كان ديما علاقه وطيده، توترت شويه عمنا، وان شاء الله اليوم اكون نقطه انطلاق تجديد العهد مع علاقه طيبه، لانه هذا الكل هو فيها شويه فتور العلاقه، صحيح في صحيح مش ما نقولوش احنا متوتره، خلينا نقولوا فتور. احنا باش نحكيو فيهم بعد في فقره من فقرات لحد هذه الليله على التداعيات والى المراحل اللي مرت بها العلاقه بين النجم الساحلي والنادي الافريقي. مجدي تراوي، كي نحكيو اليوم على اللقاء نحكيو زاد الى جانب انه كلاسيكو ومباراه ومهمه جدا على مستوى الترتيب بالنسبه للفريقين في الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، نحكيو زاد على مواجهه بين فوزي بن زرتي ونبيل الكوكي، اذا كان نجم نقولوا الاستاذ والتلميذ، المواجهه هذه بالنسبه للمدربين. فوزي بن زرتي سجل حضوره في الكلاسيكو المره 17 مقابل اول مباراه للمدرب نبيل الكوكي في تاريخ اللقاءات بين الفريقين هذوما. سي نورمال يلزم نبيل الكوكي يمر بالماتشات هذوما باش نجم يعمل كارير كيما فوزي بن زرتي. كان تحب نحكيو تو على المباراه، كان تحكيو عليها بعد شويه، تحكيو عليها بعد شويه، لكن المدرب يكتسب خبره بالماتشات الكبار هذوما كيما الكلاسيكو نتاع اليوم بين النجم والنادي الافريقي. يعني تبارك الله فوزي بن زرتي 17 كلاسيكو، اليوم نبيل الكوكي بالنسبه لي هو اول كلاسيكو، ماتشات كيما هذوما هما اللي ياخذ منهم الخبره الممرن واللي ينجم يكبر بهم ممرن، ماتشات كبار كيما هذوما يعني. انيس، شنو تنجم تكون اضافه الكلاسيكو نتاع اليوم لنبيل الكوكي؟ نبيل يعني مواجهه استاذه، بما انه اول كلاسيكو دونك كيما المدرب كيما الملاعبي، كانه ملاعبي مازال كي طلع، يعني مازال كي طلع من الفريق الامال السينيور، دونك لازم يتعدى بالمباريات هذه. نبيل صحيح اول مباراه ضد نجم الساحل، لكن لعب مع النادي الافريقي ديربيات ولعب مباريات كملاعبي وكحتى مدرب مع نادي صفاقس، كيف كان مدرب نادي صفاقس يلعب ضد النجم الساحلي، دونك عنده الخبره، ماهيش خبره فوزي المزارتي اكيد، ما عنده الخبره. وانا بصراحه يعني الماتشوات هذوما يعني ما نمنش برشا، يعني انه المدرب بون اكيد انه اضافه المدرب ما موجوده، كل مدرب لازم يزيد 20% ممكن، لكن الباقي كل الملاعبيه في التطبيق، والا الملاعبيه في تخطيط المدرب، اكيد انه المدرب يخطط والملاعبيه ينفذوا، نسبه التخطيط هي اللي تخلي المدرب نجح ولا ما نجحش في المباراه. هذه هي المواجهه اليوم بين فوزي بن زرتي ونبيل الكوكي على المستطيل الاخضر ولا في الملعب، في ملعب اولمبي بسوسه، لكن احنا عملنا مواجهه من نوع اخر خاصه بالحد الرياضي بين فوزي بن زرتي ونبيل الكوكي. نتابعوا التقرير التالي. فوزي البنزرتي نبيل كوكي وجه لوجه في كلاسيكو خاص جدا بين النجم والافريقي، في كلاسيكو يحمل عنوان اكون او لا اكون بالنسبه للافريقي، ولا مكان لغير الانتصار بالنسبه للنجم. الحوار يبقى تكتيكي الى ابعد الحدود بين فوزي البنزرتي ونبيل كوكي، بين الاستاذ والتلميذ، بما ان البنزرتي اشرف على الافريقي حين كان نبيل كوكي لاعب بفريق باب جديد في موسم 99 2000، وهو ما يعني ان نبيل كوكي يحفظ افكار فوزي بنزرتي عن ظهر قلب، ايضا العكس بالعكس، والبنزرتي يعرف كل صغيره وكبيره على نبيل كوكي، تلميذ الامس منافس اليوم. صحيح وانهم تقابلوا كممرنين في مضى ثلاث مرات، اخرها في مارس 2015 في سوسه، حين كان نبيل كوكي على راس قوافل القفصه،
وانتهى الحوار دون منتصر، إلا أن هذه المواجهة تبدو مغايرة تماما بما أنها تمثل أول كلاسيكو لنبيل كوكي، الكلاسيكو رقم 17 للمرن فوز بزرتي. 8 كلاسيكو كممرن للنجم، 8 أخرى كممرن للإفريقي، فاز خلالها فوز بنزرت مع النجم على الإفريقي في 3 مناسبات، وفاز مع الإفريقي على النجم في مناسبة وحيدة. إذن هو حوار بين الخبرة والطموح، بين خبرة فوز بنزرتي في اللي كلاسيكو ومعرفة من أين يهزم المنافس، وطموح نبيل كوكي في أول كلاسيكو ليه كممرن من أجل ضرب عصفورين بحجر واحد، تحقيق أول انتصار ليه منذ قدومه في النصف الحالي الإفريقي، أيضا الانتصار في أول كلاسيكو كممرن. أشياء يعرفها مسيو بريسينغ جد المعرفة، وأكيد أنه قرأ لها أكثر من حساب حتى لا يسقط على يد تلميذه الذي علمه الرماية، أقصد الحسابات التكتيكية. وأمام الإفريقي الذي لم ينتصر في الكلاسيكو على النجم منذ سبتمبر 2012 ويريد أن ينتفض ويقول ستوب للخيبات. عبد الباقي زميلنا حمودة بن سليم استعمر لكسيك خاص من قاموس خاص، أي صحيح، رمي بالحجارة والإصابة بالحجارة، هو من ناحية طول المدة في التدريب ومن ناحية العمر منطق أستاذ وتلميذ نجم نقبلوه، ولكن بالنسبة لي أنا والخبرة والطموح نقبلوه. نبيل كوكي اليوم ورى أنه أستاذ بكل صراحة، وهذا يتو نرجع له بعد ما أنا في بعد ما نحكيه في المباراة. وأنا شخصيا نتبع فيه المدرب هذا، وفي كل مرة يفاجأني، فاجأني في نادي صفاقسي، فاجأني توا معناها، فاجأني في المرحلة السابقة في النادي الإفريقي اللي تنحى فيها ظلما، توا عاود فاجأني انطلاق المباراة اليوم. ثم المدرب اللي يلعب الفينال متاع تشامبيونز ليج ما عادش تلميذ. أنا أعتقد أنه نبيل الكوكي عمل دمي فينال إفكتيفمون مع الهلال السوداني، معناها في وقدم مستوى رائع وكان قريب برشا من الفينال. ما عادش تلميذ السيد هذا بالنسبة لي أعطى إشارة، راني موجود وراني في المستقبل متاعي مش يكون في المواعيد الكبيرة ومع الفرق الكبيرة بكل صراحة. فوزي البنزرتي ما هوش من المدربين السهلين اللي باش توقفوا، فوزي البنزرتي سيتي ريفيرونس، ورغم ذلك اليوم في فترات معينة من المقابلة وربما في أغلب فترات المقابلة، وهذا تولو خاين بعد يوضحوه ممكن أنا غلط، استطاع نبيل كوكي أن يوقف النجم الساحلي في سوسة بالذات. نسألك مجدي، يعني تنجم تكون نقطة في صالح نبيل كوكي أنه لعب مع البنزرتي ورناه، يعني أنه يعرف عليه كل كبيرة وصغيرة، وإلا العكس أنه الأستاذ كما نجم نقوله، نستسمحك يا عبد الباقي نرجع لكلمة الأستاذ، أنه فوزي البنزرتي هو اللي يعرف كل كبيرة وصغيرة على اللي يدربه وعلمه. لا تكون اكسبيريونس، اذا رانيك مدرب وتعرف يعني الفلسفه نتاعو وتعرفوا كيفاش يخمم سور تيران وطريقه اللعب نتاعو، تكون يعني بالنسبه لك انت يكون حافز يعني اللي انت تعرف كل شيء عليه. يعني اليوم طريقه فوزي بنزرتي نعرفوها اللي هي تكون معناها الضغط العالي والبريسينغ على المنافس في المناطق نتاعو، اللي ما قام بها النادي الافريقي منذ الدقائق الاولى، هذا شاهدناه معناها لونتام دي ماتش كان واضح بالنسبه لنبيل كوكي. هذاك علاش انت ابراهيم قلت اسكو تفيدو كونه يعرف فوزي بنزرتي رناه، سي توتا في نورمال يعرف، هذاك علاش بدا بطريقه الضغط وما استناش كانوا النجم هو اللي ضغط عليه، بالعكس هو اللي بدا باش يضغط على النجم الرياضي الساحلي. وخليني نقول نص ساعه الاولانيه الافريقي هو اللي فتك المباراه، الشوط الاول كان ممتاز بالنسبه للنادي الافريقي وفتك المباراه وخلق يعني ثلاثه فرص كانوا واضحين نتاع اهداف. باش نجيو احنا التفاصيل نتاع يعني تو نجيو التفاصيل المقابله بعد، لكن النقطه هذه يعني ركز عليها برشا نبيل كوكي كونه بدا كما يبدا فوزي بنزرتي وفتك هو يعني وسط الميدان وضغط عالي على النجم هذا الساحلي. مجدي تراوي نسبه جلبان بعد شويه بعد نشوف التقرير التالي اللي باش يلخص لنا مختلف مراحل واطوار المباراه جماعه النجم الساحلي والنادي الافريقي في اطار ما يسمى بالكلاسيكو، باش ندخل معكم في التحليل الفني للمباراة هذه. أن الرغبة في حصد الانتصارات والتتويج بالألقاب إحدى أسباب الفتور الحاصل في علاقة النجم بالإفريقي، أم هناك أسباب أخرى؟ في المدة الأخرانية فما شوية توتر، أنا في اعتقادي توتر هذا السبب الرئيسي هي الجامعة التونسية لكرة القدم، لأنها أعلى سلطة كروية في البلاد وأعلى سلطة كروية، ويفترض أنها تكون مؤتمنة على أنها تقرب وجهات النظر بين النوادي اللي ينضويوا تحت لوائها. اللي شفناه في السنة الفارطة من معناها توترات في العلاقة بين الفريقين، شفنا فيه دور سلبي جدا للجامعة، وشفنا اللي هي كانت السبب.
فما تنافس مباشر بين الزوج جمعيات على ألقاب البطولة والكأس، وبالتالي منطقي جدا أنه في ظل هذه المنافسة الشديدة والكبيرة على الألقاب وعلى المراتب الأولى أنه تحتد العلاقة في إطار رياضي نوعا ما، ولكنها تتوتر بسبب بعض التصريحات لا مسؤولة من بعض المسؤولين من كلا الفريقين. ولكن في النهاية صحيح أنه متوتر العلاقة، ولكن هذا التوتر لا يمكن بأي حال من الأحوال أنه يفسخ قيمة ومتانة العلاقة بين الزوج جمعيات، لأنه النتائج زائلة، النتائج عابرة، وباش تبقى العلاقات، ولأنه الفرق هذوما مادام موجودين في الحياة، مادام موجودين في تونس مانيش في بلاصة أخرى، ديما باش يتقابلوا، ديما باش يلعبوا مع بعضهم. رئيس النادي ما ينجمش يكون يتبع المحبين معناتها ولا لي سيبورتير بصفة عامة، لازم يترفع أكثر، لازم يكون هو عنده مستوى أعلى من الجمهور. الجمهور ماله الجمهور، كل حد عنده خاصيات وكل حد عنده شنو يقول، اما نورمالمون الرؤساء هم اللي يترفعوا، هم اللي يريضوا الدنيا. العلاقه ما بين جمهور الكلوب والاتوال متشنجه العوام اللي فاتت، خاصه بعد الرهان على البطوله، زوز قاعدين يرهنوا على البطوله في العوام الاخرى. مي ديما تقعد الحكايه هذه في المستطيل الاخضر، وكهو كي نخرجوا من الاستاد لازمنا نحسنوا شويه العلاقات بين الزوج جماهير. بل العلاقه كانت طيبه بين الفريقين، وخاصه في التسعينات كان فما تبادل بين لاعبين في كرة القدم وكرة اليد، فهمتني؟ التشنج اللي صار بالاخص عامه معناها على الرهان على البطوله، هما زوج كيبات كبار معناها بطبيعتهم يراهنوا على البطوله. كل كيب تحب تربح، كل كيب تحب تهز البطولة، كل جمهور يحب يفرح في الأخر، يكون تكون المنافسة نزيهة واللي يربح صح عليه. تصريحات المسؤولين هي اللي أجت الجماهير، أجت جماهير وخلقت مشاكل ما بين جماهير فريقين، وهذا ما يأثر سلبا على المنتخب وعلى الكرة الرياضية التونسية. لقاء اليوم جاء ليؤكد متانة العلاقة بين الناديين وعزم الهيئتين على اللم الشامل والتأكيد على حسن العلاقات بين الإفريقي والنجم. بالعزيمة وبكل قدرة نوصلوا للحل ونوصلوا لتقارب وتحابب وتعارف، وهذا مش جديد علينا، خاطر احنا ديجا احنا أصحاب من قبل وما عناش جمعية، خاطر جات اليوم ولا جاء كله من نوادي كل نوادي المحل. الجو المشهون ما بين النادي الافريقي تو ولا وبالنجم الساحلي، على الاقل نجموا نهبطوا التونسيون، وعلى الاقل هي مباراه في كره قدم ان شاء الله تعدى في كان في الروح الرياضيه، وتشوف المبادره هذه نتاع اللجنه نتاع الروح الرياضيه يعطيهم الصحه، معناها انه على الاقل يحب يقربوا وجهات النظر ويقربوا الملاعبيه الكبار مع الكبار القدم ما بين النجم الرياضي الساحلي وبين النادي الافريقي، على الاقل يقع الاتصال والعباد الكل باش تشوف انه الجو لازم يكون جو معناتها كوره وجو نتاع روح رياضيه معناتها بهتم معنى الكلمه. احنا نطلبوا من جمهورنا العزيز في سواء من في جمهور النجم الرياضي الساحلي ولا النادي الافريقي يكونوا احباب، كنا احباب راي كوره، شنو هي كوره نتاع ساعه ونص الميدان وفيه كل شيء، فهمت؟ في الحقيقه هي كانت بادره معناها باش نلموا شمل الاسرتين ممثلة في القدماء، خاطر يعرفوا التاريخ العريق بين جمعيتين، عمرها ما كانت فما مشاكل بين الجمعيات بالطريقه هذه، خاصه بين النجم الافريقي اللي كانوا طول عمرهم احباب، وذاك علاش احنا شعارنا اليوم في المقابله هذه النجم الافريقي اخوين من قديم الزمان، هو معناها شعار هذه المقابله هذه. زملائنا فراس بن سعد، بلال فطوم وامير زيتوني اللي كانوا حضروا التقرير هذايا يقولوا لي اللي هما كان من المقرر انهم باش يلتقيوا بمجموعه من اللاعبين السابقين للنادي الافريقي حسب ما وعدوهم به في لجنه الروح الرياضيه، لكن ما كانوش موجودين على ذاك. ربما لاحظتوا اللي اغلب الموجودين كانوا من اللاعبين السابقين للنجم الساحلي، ذي تنويه حبيت نذكر به فقط، فالمسائل التنظيميه لا اكثر ولا اقل. قبيله كنت جبت لي عبد الباقي على موضوع العلاقه والمراحل اللي مرت بها بين النجم الساحلي والنادي الافريقي، رجع لك الكلمه. والله شوف عمناو ربما القاور واحد من الزوز في واجهه المنافسه الشيء اللي يوتر معناها الامور، ولكن هذا ما ينزهش المسؤولين في كلا الفريقين وما ينزهش الاطر الوطنيه المسؤوله من تحمل مسؤوليتها في الاتجاه هذا. الزميل توفيق الخضيري اشار الى مسؤوليه الجامعه باعتبار يقول لك أنه الجمعيات ما هي إلا ديزافيلي في الجامعة، أنا نمشي معاها أكثر من هكذا نقول مسؤولية اللجنة الوطنية الأولمبية، باعتبار أنه اللجنة الوطنية الأولمبية مؤتمنة على الأخلاق وعلى الروح الأولمبية والروح الرياضية،
وماذا بينا اللجنة الوطنية الأولمبية نسمع عليها في المستقبل حركات مثل الحركة اللي قامت بها جمعية صيانة الروح الرياضية، ماذا بينا هي اللي تستوعب في المستقبل كل المشاكل التي يمكن أن تطرأ بين الأندية بين المسؤولين بين الرياضيين، وأن هي تبادر بتسويتها بطرق مختلفة، معنا سواء إقامة دي ريسبسيون هكا بالناس هذوما، سواء إقامة لقاءات، سواء إقامة حتى برامج إذاعية وتلفزية تلم فيهم الناس هذوما، ومن خلالها توجه إرساليات لأنه الرياضة راهي تحابب راهي تآخرة وكذا. معناها تتصور أنا إذا كان لجنة وطنية توجه دعوة، وجه الدعوة عم ناول لسي سليم الرياحي وسي رضا شرف الدين في بلاتو تلفزي ولا في اوتيل ولا في كذا وتتصور وكذا، كانوا نجموا يعديوا من خلالها مساجات كبيره. انت تحملت المسؤوليه من قبيله عبد الباقي للجنه الاولمبيه، هاك شفت توا في التقرير هذه حوار تكلموا صراحه بول هذه الحوار هو جاء يعني ضيف على جمعيه صيانه الروح الرياضيه، جمعيه صيانه الروح الرياضيه اللي هي جمعيه تنشط البرة من الاطر الرياضيه من الاطر الهيكل الوطنيه، بارك الله فيها ويعطيها الصحه في البادره هذه، ولكن ماذا بينا الاطر الوطنيه هي المؤتمنه على كل ما يجري في الملاعب وخارج الملاعب بين الرياضيين، ماذا بينا يقوموا بالدور هذا، ماذا بينا يعملوا حاجات ديزاكسيون في الاتجاه هذا، ماذا بينا يلموا لاعبيه من مختلف الانديه في حتى في انشطه خارج اطار كره القدم وكره اليد وغيرها، حتى في انشطه خيريه. يعني انت تشوف نعودوا الناس بتقاليد بتاع نقربوا رحنا اون فان كونت كنا كرياضيين راهو المنافسه بيناتنا من هي من اجل بناء وطن. انت تشوف عبد الباقي انه بالصدع ولا تصليح العلاقه ربما ولا حتى ندخلوا فيها شويه دفء بين النجم الساحلي والنادي الافريقي هي لازم تتم على اعلى مستوى من رؤساء الجمعيات؟ اكيد جدا يلزم. انا قلت انا ما استثنيتش الجمعيات وما استثنيتش الجامعه ما استثنى حد. اي ما تشوف انت الخطوه قد كنت تقول قبيله نعملوا حوار نعملوا لقاء الجامعه تعيط الرئيس الجمعيه والجمعيه يلزم شكون يبادر؟ هو صار اللقاء مثلا نشوف مثلا في محاوله اغتيال شرف الدين مشى سي مرياحي الى سوسه وصارت بادره صارت بادره غير مؤطره من بين اربع رؤساء انديه وحدهم. بابا بعد تالي الجامعه عيطت رؤساء الانديه الكل مع بعضهم واللي يتكلموا فيه قعدت حبر على ورق، ثم الاجتماعات الرسميه مش هي اللي تحل، جيبني في جو نبدا فيه دي كونتراكتي جيو نقعدوا في اجتماع حكايه فارغه، الاجتماعات راهي تزيد توتر فهمت. بينما يا اخي انا نتصور ما نعرفش جودي نامبورت كوا معناها نلموهم نمشيو نزوروا دار المسنين مثلا ونعملوا ديزاكسيون مع بعضنا ونشوفوا مواساة الآخر رفع الألم عن الآخر كذا، شنو هو الامباكت نتاعها على الجانب الإنساني في آخر الأمر، رحنا شوف المصير نتاعنا اش باش يكون، يلزمنا نقربوا لبعضنا أكثر نتعاونوا أكثر كذا، حاجات من يلزمها تتسوق أون بليس، ما يلزمش تتعمل لهم كاشات معناها تحت حيط، لا يلزمها تتسوق تلفزيا إذاعيا صحفيا يلزمها تتسوق بالكذا باش من خلالها توجه الإرساليات هذه، وحنا نشوفوا تو في مستوى البطولات الأوروبية نشوفوا ديزاكسيون من النوع هذه يعملوا فيها الملاعبية وتعمل فيها الأطر الرياضية الكل. ويعطيوا رسالة إيجابية حتى للجماهير وقواعد الشعبية. أكيد جدا أكيد جدا. ثم أنا نختم ثم مشكل كبير توا ولا قائم في كل الأندية التونسية هو غياب حتى كاني موجودة سوريا غياب هيئات الأحباء بأنشطتها المعمقة والجدية جدا في تأطير الجماهير، بريسك ماهيش موجودة في حتى نادي حتى كاني موجودة، فهي حبر على ورق عوضتها المجموعات، والمجموعات هذه كل مجموعة عندها فلسفتها كل مجموعة عندها توجهاتها. هي اللي يلزم هيئة أحباء يا إما منتخبة أو منبثقة على الهيئة المديرة للنادي وتكون مسؤولة والمسؤول فيها معروف والمسؤولين فيها معروفين، ويلزم تكون عندها أنشطة وتكون أنشطة متبادلة بين هيئات الأحباء هذه، هذا من شأنه. علاش قبل كانت العلاقات رغم التنافس الشديد كانت أقل توتر من تو، كي ترجع قبل الوقت اللي كنا نفكروا سي عزوز الأسرة، ما انا عشت معناها فتره سي عزوز الأسرة في النادي الافريقي وسي حامد القروي وسي حسان بالخوجه واللي قبلهم وشويه اللي بعدهم كانوا يحرصوا على الشيء هذا، كانوا يلموا الناس من اجل الشيء هذا، وكان اللي يجي يغلط من اللاعبيه هم اللي يوقفوه، رئيس ناديه هو اللي يوقفوه مش رئيس النادي يزيد يشعل النار، وبالتالي هذا الكل يلزمنا نعاود نرجعوه، يلزمنا نرجعوا لتاريخنا، يلزمنا نخليه حلقات التاريخ متصله ببعضها، راهو كيف نكسروا حلقه في الوسط راح نضيعوا. باهي كي ناخذ احنا مثال بين انيس بوجلبان وماجد تراوي، هات نقربوا شويه الصوره، النادي الافريقي سابقا النجم الرياضي الساحلي، هذا ممكن ياثر على علاقه اللاعبين بين بعضهم، ناخذ ننطلقوا منكم انتم الزوز. انا حبيت نعاقب شويه على سي عبد الباقي، يعني انا حكينا على الحل نتاع المشكل، احنا كان نمشيو لاصل المشكل نلقاو انه الاصل المشكل هو تصريحات المسؤولين، للاسف سيرتو بعد الثوره مسؤولين ولاو بارتيكمون يتكلموا معناها بلسان الاحباء، لازمك تعرف كي تكون مسؤول على جمعيه سيرتو جمعيه كبيره معناها وراك
اكثر من مليون محب، يلزمك فريمون تعرف شو تقول وتعرف تتصرح، ويلزمك تحاول تدافع على حقوق جمعيتك، مي اون باراليل ما تمسش جمعيه الاخرين. وهنا المشكله الكبيره اللي صارت عم ناول ولا حتى قبل عم ناول هما التصريحات الكبيره، التصريحات اللي اشو من المسؤولين بصفه عامه، مش كان على الاتوال ولا على النادي الافريقي، معناها في جمعيات تونس الكل يلزمنا اليوم يزيدوا يبتروا الاجواء. تشوف اكيد يلزم واحد كيبدا مسؤول على جمعيه ابراهيم ماهوش معناه يلزمه ما يكون مسؤول على جمعيه، معناه يعرف شو يقول، مسؤول على كلامه، مسؤول على كلامه ويمثل جمعيته، ما يمثلش نفسه. كي تولي كي ترجع محب تكلم كيما تحب، اما كي تكون مسؤول في جمعيه معناه كي تتكلم تتكلم باسم النادي. وقت تبدا المشاكل، وين بدات المشاكل؟ المشاكل بدات من التصريحات، معناها اصل المشكله بين النادي الافريقي ولا النجم الساحلي ولا اي جمعيه اخرى في تونس تصريحات المسؤولين. يلزمنا في تونس بون معناش نرجع نتعلموا، كي تكون مسؤول في جمعيه يلزمك تكون فريمون قد المسؤوليه. خاصه ابراهيم تشنج يعني الاجواء بين الجماهير، لانه يعني اللاعبين تو قبل اسال سؤال انت ابراهيم مهم جدا، كانوا الملاعبيه ما يقعدوا ديما صحاب، خاطر يتلقاو في 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 منتخب وطني يتلقاو يقعدوا ديما صحاب، ماهيش باش تشنج الاجواء بين اللاعبين، لكن اللي يخافوا منه هو يعني الاجواء بين الجماهير. يعني اليوم نشوفوا تكسير في الملاعب، ونشوفوا يعني في فيها في في يعني في صور ما يعني حقيقه يعني يؤسف لها، لانه ملاعبنا نحن عندنا ثلاثه ملاعب ولا اربع ملاعب قاعدين شادين بهم رواحنا، اليوم اصبحت يعني الجماهير اذا انت مسؤول تصرح تصريح كما هذاك المحب باش يولي يمشي في النسق نتاع التصريح نتاعك، يعني لانه الملاعبيه اليوم باش يلعبوا سور تيران وبعد باش يتلقاو سيرتو الملاعبيه اللي هما ديزيليتي باش يتلقاو باش يدافعوا على رايه البلاد، من بعد تلقاهم صحاب ما فماش حتى مشكل. وانت تعرف هذا يا انيس بين الفريق والفريق الملاعبيه ديما يقعدوا صحاب، لكن الاجواء الخايبه ديما تقعد يعني تتشنج الاعصاب بين الجماهير، تصريحات الغير مسؤوله تشنج الاعصاب بين الجماهير وتخلي يعني ديزاكت خايبين في الملاعب نتاعنا. ان شاء الله نتجنبوها، يعني متفقين كلكم على انه المسؤولين هما اللي ممكن يهديوا، ممكن هما سامحني ابراهيم يعني العدوى 100% 100% العدوى هذه ابراهيم سامحني تعديت حتى للملاعبيه، شفنا ملاعبيه تعمل في ديكلاراسيون. انا هذا هو السؤال اللي سالته قبيله، قلت هل ياثر على علاقتكم انتم كملاعبيه ولا لا؟ لا لا احنا في المنتخب نتقابل ونقعد ديما اصحاب. احنا شوف ابراهيم احنا كملاعبيه 90 دقيقه كل حد يدافع على الوان جمعيته. انا انيس ومجدي صحاب برشا، مشكل انا اصحاب براتيكمون الحمد لله ما عندي مشكله مع حتى ملاعبي في تونس، دونك 90 دقيقه لعب كل حد يدافع على جمعيته، من بعد نرجو اصحاب كما قال مجدي مهما كان تشنج. نجم انا في الماتش نغلط مع صاحبي بعد نعم مالها الا 90 دقيقه وتقعدوا صحاب وتحاضروا، نجم نغلط معاه بعد الماتش نطلب منه سماح ويقبل مني سماح، لانه يعرف انه في الماتش هذاك هو معناها هذيك هي باش نتعداو احنا للماتش ونشوفوا الموفيولا نتاعو. سليم اعطيني رايك في الموضوع. لا انا جوست كيسيون صاحب الباقي تنجم تجاوبني، شنو هي الرول نتاع الديكلاراسيون نتاع المسؤول بعد الماتش؟ انا يظن لي لي ديكلاراسيون راها من عند اونترونور من عند جوار، معناتها باش يحكي لاسبي تكنيك تاع الماتش، مسؤول باش عنده باش يحكي معناتها. هو صحيح راهو، ولكن توا ولينا الكره قاعده تتلعب برا من التيران اكثر من تلعب في التيران. معناها احنا توا نسمعوا كره البطوله التونسيه، بطوله الاحترازات، بطوله كذا، شوف راهو ثم حاجه مخطره برشا، اذا كان ما نقضيوش عليها مش تقعد الاجواء متوتره وتقعد المسؤولين تخرج والديكلاري والملاعبيه والكل، اللي هي القضاء على ما ينتاب جمهور كره القدم من شك حول البطوله، شك في التحكيم، شك في المسؤولين، شك في كذا، معناها هذايا الكل امبليكي في الواحد. هو هي منين قاعده تشعل؟ ماتش قفصه والاطوال عم ناول علاش شعلت؟ على تحكيم، على بونتو تنحى، البونتو تنحى ما وقفناش عند حد انه الحكم اخطا تقديري، مشينا الى ما وراء ذلك نبحث عن ما يدور في الكواليس والحكم ماذا كيفاش وراهو حطوا فلان وعملوا فلان وكذا. هذايا مادام ما وصلناش قضينا واعطينا الصوره مرآه ناس على انه راهي الاطر المسؤول عليكم راهي اطر نزيهه وهم لي بروف نتاع نزاهتها، راهو مش نقعدوا ديما في نفس المشاكل، مش نقعدوا 100 سنه لقدام واحنا نخسروا ماتش نقولوا من الاربيتر، والاربيتر هذا كان تاع فلان وعينوا فلان وحطوه بالعاني باش كذا، كله مربوط ببعض. المسؤول يلقى روحه هنا سو لا بريسيون تاع الببليك، شنو هو الحل نتاعو؟ يخرج يفرغ قلبه، يفرغ قلبه معنا بالصح واللي بالغلط، المهم منعني انا من الضغط هذا، معناه لانه هو بيدو يولي في محل مسؤوليه، ماكش قاعد دافع على الجمعيه وماكش كذا والجمهور يدور عليه، فهمت؟ واذا كان ندخلوا في تقييم المسؤولين اللي عندنا في الكوره
دوسي هذه حبلنا فيها اربع لا هذاك خليه مره اخرى. عبد الباقي احنا باش نتعداو لمجريات المباراه بين النجم الساحلي والنادي الافريقي اللي فاز فيها كيف ما تعرفوا اليوم النجم الساحلي بواحد بلاش. لكن قبل خلينا نعطيكم خبر ايجابي في اطار اللي قاعدين نحكيوا فيه تفاعلا ربما يجينا الاخبار هذايا. مهدي قاسم مراسلنا في صفاقس يقول لنا منذ قليل اللي تم اخذ القرار بانه باش يتم تنظيم مباراه بين قدامى النادي الرياضي صفاقس وقدامى المنتخب الوطني في ملعب طيب ميري في تونس بمشابه تدشين اللافتات ولا البانو بيبليسيتير الخاصين بالنادي هذا. ربما يدخل في اطار تعزيز الروابط وحتى احياء الروابط القديمه خاصه بين اللاعبين القدامى. نمشيو ونشوفوا ملخص المباراه وراجعين. في كلاسيكو انتظرناه أكثر من لازم بين النجم والإفريقي. في كلاسيكو يريد من خلاله الإفريقي الانتفاضة عن النتائج السلبية ورد الاعتبار لفريق قدم أسوأ بداية موسم منذ 25 سنة أمام نجم ساحلي متألق يريد من جهته مواصلة النتائج الإيجابية. نبيل كوكي قدم تشكيلة فيها أكثر من تغيير، كوليبالي على اليمين، غازي العيادي وشنيحي من البداية. في المقابل فوز بنزرتي يقدم تشكيلته المثالية. الافريقي قدم احتراز قبل ضربه بدايه اللقاء حول مشاركه احمد لاكايشي. مش باش نحكي على الريزيرف، لكن باش نحكي على وضعيه اللاعب اللي بالنسبه لنا قانونيه 100%. اللاعب كان عنده عقوبه رياضيه وعقوبه تاديبيه، بانتهاء العقوبه الرياضيه باربع اشهر قمنا باش معناتها باش واحد حتى يطمئن اكثر، بعثنا للجامعه التونسيه لكره القدم اللي تقلد لنا العقوبه الرياضيه نتاع الاربع اشهر وفات، وما زالت مباراه وحيده في عقوبته التاديبيه وهي المباراه اللي ما لعبهاش مع زملائه في الجوله الفارطه مع سيدي بوزيد. البدايه في صنع الخطر للنجم، كره حمزه الاحمر الثابته تتعدى محاذيه المرمى فاروق بن مصطفى. الاجابه تاتي سريعه، محاوله عبد القادر الوسلاتي كادت تغلط ايمن المثلوثي. هجوم بهجوم وعلي البريقي يتوغل على اليسار يمر ما فماش مسانده. الافريقي يرد الفعل، احمد خليل يوزع، توزغار بالزر يحذر وعبد القادر الوسلاتي يضيع الفرصه. الافريقي واصل بحثه على امكانيه مغلط دفاع منافسه دون دقه في الامتار الاخيره. الافريقي يلعب ايضا الضغط على حامل الكره والنجم يتعدى لسرعته المواليه. دفاع الافريقي في المرة الأولى واقف كما يلزم. في المرة الثانية علاء البسليمي ينقذ مرماه رغم وجود تسلل. محاولة أخرى ديما للنجم، علي البريقي في هجوم عكس يسدد في دين بن مصطفى. المحاولة الرابعة كادت تأتي بالجديد. والكرة الثابتة لحمزة الأحمر تتصدى لها العارضة. شوط أول ينتهي على أبرز محاولة للافريقي وأيمن المثلوثي يتألق يمنع الهدف أمام تسديدة توزغار. في الشوط الثاني النجم بدا اكثر اصرار على الوصول الى شباك الافريقي. البرازيلي اكوستا يمر الكره تضيع على حمزه الاحمر. مسلسل اذاعه الفرص يتواصل، المره هذه ايهاب المساكني في موقع مناسب يرفع الكره بفاروق بن مصطفى يضيع بدور. احمد لاكيشي اللي انتظروه احباء النجم اكثر من لازم ياخذ مكان اكوستا. والنجم يواصل بحثه على ايجاد الطريق المؤديه الى شباك الافريقي. الحل ياتي بوسط الكرات الثابته. حمزة الأحمر المختص في هذا المجال ينفذ مخالفة على طريقته الخاصة أمام أنظار بن مصطفى يفتتح النتيجة. شفت المير معناها موقف بالغالط حطيتها في بلاصتها فوق المير كما مسلسة شوت والحمد لله ربي وفقني. هدف بعثر أوراق الإفريقي اللي أصبح يلعب ضد الوقت والنتيجة. نبيل كوكي يجرب كل الحلول، يلعب كل الأوراق وبعد إصرار فيه يلعب ورقتي لسعد النوي وعماد المناوي. الكوكي يلعب الكل الكل. فرانك كوم على اثر مخالفه نفذها عبد القادر الوسلاتي وراسيه من الغندري ينقذ مرماه. ركنيه والتعادل يضيع المالي كوليبالي لينتهي اللقاء على انتصار جديد للنجم ياكد من خلاله انه لا ينهزم امام الافريقي. بما ان اخر انتصار لابناء باب جديد يعود الى سبتمبر 2012، انتصار تتواصل معاه نتائج الافريقي سلبيه ومعها سؤال جديد قديم، الافريقي الى اين؟ بلاريتي سيفيري كلين هدف ثم زاد بعض نوعا ما من
من الحظ، لأنه تعرف اللي كورة ضربت في العارضة ورجعت نجم كانت تضرب في العارضة وتدخل كيف كيف كورة في 92 دقيقة شبكة فارغة. دونك هذا كله، ولكن إجمالا راضي على المردود، راضي خاصة على الروح اللي كانت موجودة، راجع على لاسبي ديفونسيف. اليوم شفنا دفاعين كنا موجودين صحاح، كيف كيف وسط الميدان معنا لقينا الأجريسيفيتي بتاعنا، ما عادش الكرة تخلط بالسهل تالي، وهذا مهم جدا لأنه داخلين تعرف اللي أبار اللي حاضر في البطولة بتاعنا، تعرف اللي داخلين المغابرة، لازم تكون ساعة أول حاجة كوستو دفاعين ومن بعد نصلحوا القدام. نادي الفريق قام مقابلة لبس بها ممتازة من ناحية رغم الغيابات اللي حاصلة على مستوى اللاعبين تاع النادي الفريقي، لكن النجم ساحلي اليوم معناتها يلزم ينتصر، وانتصرنا. الشوط الثاني بدا بشوية معناتها حدة وشوية قوة، لكن خفت الحدة والقوة في الشوط الثاني، الشيء اللي مكننا باش نكونوا أفضل في الشوط الثاني ونسجلوا هدف فهمت اللي يحسمنا المقابلة. الإفريقي معناها برساونا لعبوا عالي، بون احنا ضيعنا زوج ثلاثة كور كانوا هما مخطرين فيهم، مي دوزيام ايتا عملنا رياكسيون باهية، رياكسيون تاع رجولية سي با فاسيل، راهو التعب والماتشويت الملاعبيه راهو شوف عندنا تو 8 شهور 9 شهور ماش نرتاحوا نلعبوا في ماتشويت دو تريو نيفو مع جمعيات كبيره برشا، باش تلقى لي ريسورس معناها اليوم وتقعد مركز وتمركي بونتو وتهاجم، برافو للملاعبيه، يعطي الصحه للستاف تكنيك وسي فوزي وكذا كيفاش خلوا الملاعبيه حاضرين في التعب كيف نادى، برافو يعطيهم الصحه. بعض الماتشويت اللي عملناهم ربحنا برشا اكسبيريونس ماتشويت الكبار، الحمد لله اليوم ربحنا ورجعنا شويه في الكورسه، ان شاء الله نكملوا هكا ومازال برشا قدامنا خدمه، مازال برشا جايين سيري صعيبه نتاع ماتشوات الاسبيرونس سي اس اس، حاضرين رواحكم؟ بيان سور حاضرين رواحنا، كيما لعبنا اليوم ماتش باهي نجاريو ماتش معناها بالماتش وان شاء الله معناها نربحهم الماتشوات الكل ان شاء الله. مش جي معك مجدي نحكيه على المباراة هذه فنيا كيف شفت أنت، لكن نحب نصلح ربما معلومة، زميل شكيب الخويلدي يقول لي أنا قلت منذ قليل ملعب طيب المهيري بتونس، لا راهو صفاقس، أنا ما نعرفش إذا كان قلتها ولا لا، على كل حال شكيب الخويلدي عيون لا تنام قادرة قلت تونس. طيب المهيري صفاقس، المباراة بين قدامة السي اس اس وقدامة المنتخب، هذه هي المباراة اللي باش تدور في إطار تدشين لبانو بوبليسيتير نتاع النادي الصفاقسي. مجدي تراوي كي نحكيو اليوم على المباراة نحكيو على النادي الإفريقي، مختلف برشا برشا في الوجه والأداء اللي قدمه في الشوط الأول عن الشوط الثاني. صحيح صحيح، نحب نرجع على التصريح نتاعنا بالكوكي لأنه قال اليوم راضي على المردود تاع الإفريقي، اليوم كي أنا حط روحي مدرب في بلاصه نبيل كوكي ينقصوني 8 لاعبين مهمين بالنسبه لي انا اللي هما احرزوا على البطوله نتاع الموسم اللي فرد، سميلك صبر خليفه، هشام بالقروي، الحدادي، اليعقوبي، صبر يعني كيف كيف العقربي، ناطر، يعني ملاعبيه الحقيقه اللي هما اصحاب خبره واللي فازوا بالبطوله الموسم اللي فرد. اليوم نبيل كوكي لقى روحه في وضعيه كانوا يعتمد على الشبان، بالنسبه لي انا اكسب الرهان لانه اليوم شفنا شبان من طراز عالي بالنسبه للنادي الافريقي، اليوم احمد خليل بالنسبه لي انا احسن لاعب في المباراه بالنسبه كسوسوا بين النجم ولا النادي الافريقي، كان اليوم احسن لاعب يعني في المباراه، قدم مردود اليوم كيف نبيل كوكي، كي نشوفوا التغييرات اللي عملها في التشكيله، ربح يعني الوسلاتي في وسط الميدان مهم جدا، لانه يعني الوسلاتي نعرفه مليح يلعب في ديبورتيف يعني في اتلتيكو قبل يلعب دومي ما يلعبش ريال دروا، اليوم النادي الافريقي لانه العقوبي مضروب استغلوه كريال دروا، لكن كوليبالي اليوم اكتشفوا نبيل كوكي وهذه مهم جدا، كانوا تربح الوسلاتي وشفناه الوسلاتي شنو قدم خاصه في الشوط الاول النادي الافريقي، 30 دقيقه الاولانيين كانت لصالح النادي الافريقي، ضغط النادي الافريقي عالي على النجم الساحلي، يعني نبيل كوكي كان ذكي برشا في التعامل مع المباراه لانه قرا مليح فوزي البنزرتي خليني نقول تكتيكيا، لانه قاعد يلعب على تروزفيرسال شفناهم خاصه في الشوط الاول، الكره يعني فوزي البنزرتي معروف يعمل البريسينغ في شيره معينه يلزمك يعني تكسر البريسينغ هذاك تعمل ترانسفيرسار في الشيره المقابله الاخرى، نجح فيه نادي الافريقي هذا ونبيل الكوكي نجح في يعني في الاختيارات نتاعو، تكتيكمون عدى شوط اول ممتاز جدا نادي الافريقي بالشبان نتاعو هذوما، لكن الشوط الثاني خلينا نقول النجم الساحلي رجع في المباراه وخذا الامور يعني لصالحه، هو في وسط الميدان رجع يخدم كما كان بالنسبه يعني الحمزه الاحمر والمساكني وفرانكوم افتكوا وسط الميدان في الشوط الثاني، نادي الافريقي فيزيكمون انقص في الشوط الثاني لانه تاع
تعرف اللاعبية شبان ما همش يلعبوا برشا في لو نيفو، يعني حسيناهم في 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 الشوط الثاني نقصوا شوية يعني فيزيكمون، هذاك علاش نجم الساحلي خذا الشوط الثاني بزمام الأمور. من الفريق كان نقصوا لاعب كيما صابر خليفة اللي هجوميا يعني كان ينجم يقدم كان نجم يعني النادي الافريقي كان ينجم يسجل وكان جا موجود فما شكون من الجماهير ما نجموش نحكي وكايا برشا، ما نجموش مثلا النادي الافريقي يقعد بلا صابر خليفة امام حد شيء. هو اليوم بنجاح مش موجود مثلا في النجم الساحلي، وشوف النجم الساحلي ما فقدش برشا ما كانت بنجاح والا تسديدات والا اهداف بنجاح، يعني اذا كان فريق تبنى على لاعب واحد ولا زوج لاعبين ربما نجم يكون عيب. هذا مش لاعب ولا اثنين ابراهيم، هذوما ثمانيه لاعبين كانوا موجودين يعني 80% من الفريق، يعني خلينا نكونوا واقعيين لانه يعني مش مساهل اليوم 80% من الفريق مش موجود على الأقل. مش موجود فريق كامل 80% من الفريق موجود، كان فاروق بن مصطفى وبلال عيفة موجودين من الفريق نتاع السنه الفارطه، هذا واضح. يعني اصابه لاعبين مش جاهزين، يعني الفريق في وضعيه، وكنا تحدثنا لحد الفارط كانوا في ازمه نتائج يعني وازمه لاعبين، خلينا نقولوا ابار الاصابات حتى لاعبين ما همش جاهزين على المستوى البدني وعلى كل شيء. يعني هذاك علاش نبيل كوك اليوم اختار كونه يعتمد على شبان، ومش بسهل باش يعتمد على شبان في فريق كبير كيما الافريقي. يعني في مباراة كبيرة اليوم كيما قلت لك، يعني عمر الفارق خبرة لاعبين نجم الساحلي، خلينا نكونوا واضحين، خبرة لاعبين نجم الساحلي حتى ما كانش في افضل حالاته، ولكن عرف كيفاش ينتصر كرة ثابتة انتصر نجم الساحلي. يعني اليوم كان جاي موجودين لاعبين نتاع خبره، ما تكونش اغلاط موجوده في النادي الافريقي، يعني على 18 متر تقوم خطا كيما هذاك يعني بدائي تخسر به المباراه. اليوم يعني انا عندي جدار صدمه، يعني مير هو اسمه جدار، مير ما اسمهش يتحرك اليوم. المير شاتها يعني ابار كونه حمزه الاحمر يعني اكسبسيونيل في تنفيذ المخالفات، لكن الكره دخلت في وسط المرمى، ما دخلتش ماهيش متركنا يعني ولا في 90 باش فريق بالمصر ما ينجمش يمشي لها. لكن شوف المير كيفاش يتحرك في لو نيفو، فماش هذوما المباريات الكبيره ابراهيم راهم يتربحوا على جزئيات. اليوم كان جاهم لاعبيه موجودين تاع خبره في النادي الافريقي ما كانوش يغلطوا الاغلاط هذوما اليوم صغار وخسروهم كما في المباراه. انا اليوم عندي مير ما ينجموش يتحرك، حتى كان كما قلت لك حمزه الاحمر يحذق مليح تصويبات، لكن شوفوا معناها حتى كان ترجع للصور وتشوف الهدف كيف تسجل، يعني براتيكمون الكره فوق الزوز الملاعبين اللي معناها حلوا جدار، يعني مهما حارس برشا ناس تلوم على فاروق بن مصطفى كيفاش ما تحركش مهما حارس في العالم ما يتحركش في المخالفه هذيك. مجدي حكيت انت على مراهنه نبيل الكوكي واعتبرته انه كسب الرهان اليوم على الشبان، اعطيك انا المعلومه انه اليوم معدل اللاعبي النادي الافريقي بعد الاعمار نتاعهم 24 سنه و7 اشهر، بينما بالنسبه للنجم الساحلي 26 سنه و3 اشهر، وهذا ربما ياكد الكلام نتاعك. احنا باش نشوفوا التحليل الفني زاد من وجهه نظر اخرى مع انيس بوجلبان بعد ما توقفوا لحظات مع الاشهار وراجعين. شيخت بال 15 مره ريشارج نتاعك ومازلت تحب تتكلم؟ يمالا شد عندك اليوم عرقلهم وسكتوا بتاع اورانج، يزيد في البونوس للي مازال يحب يتكلم ويعطيك حياتك الكل 16 مره اللي تشارجيه في عوض 15 مره. اي نعم 16 مره، كل ما تصب 5 دينارات ولا اكثر تتكلم بهم نحو كل المشغلين، معناها كي تشارجي ب 5 دينارات تلقى 80 دينار في تليفونك. يما لازرك على خاطر عرقلهم وسكتوا محدود حسب الكميات المتوفره. في زنيقي حلق الويد عشنا وتربينا، كبرنا يحبوها وصغرنا يفرحوا بيها، واليوم العائلة كبرت ولمتنا حلات وجديد ستيل، عصير بنين في 4 نكهات يحليو القعدات، ستيل وحده في البنا. الكلاسيكو النجم الساحلي نادي الافريقي 1-0 لصالح النجم الساحلي. ما زلنا بصدد تحليل المباراه هذه فنيا انيس بوجلبان، نحكيو اليوم على حتى فوزي بنزرتي قال قبل في التقرير، قال اللي اليوم الافريقي عمل مباراه باهيه، نبيل كوكي عرف كيفاش يستغل الافكتيف اللي عنده رغم الاصابات الكبيره والغيابات المتعده. برشا يقول لك اليوم نادي افريقي الغلطه اللي عملها انه قاعد يلعب برشا التالي، حافظ على الدفاع نتاعو، صحيح كان صلب متمسك الدفاع نتاعو لكن ما عرفش يعمل النزعة الهجومية اللي خلته يعمل الفارق في النتيجة. صحيح دقيقة برك حبيت أن نعقب على سؤالك اللي قلت صحيح أنه النجم انتصر اليوم من غير بغداد بنجاح. صحيح اليوم النجم انتصر من غير بنجاح، لكن إذا ما يمنعش اللي بصراحة خلى بقعة كبيرة برشا في النجم الساحلي، لأنه بصراحة على اللي شفته أنا اليوم أنه فما فرق كبير بين أكوستا وبغداد بنجاح
بغداد بنجاح من اللي زاتاكو اللي يصنع لك فرص من لا شيء. اليوم معناها صحيح انه النجم انتصر، لكن هذا ما يحجبش مكانه الكبيره اللي عند بنجاح في ال11 نتاع النجم الساحلي. مش نفس البروفيل اليوم مجدي بار اكزومبل كي النادي الافريقي ضغط وتجبر النجم انه يطول الكره، الاكوستا سي با ان جوور اللي يجم يشد الكره وانه يجم يكونتروليها ويستنى اصحابه. دونك سي نوتر بروفيل. ما تنساش اللي كان قدامه بنجاح ما كانش يلعب راه داكوستا، ما كانش يلعب، كانش يلعب توا يمكن ياخذ فرصه ويلي معناها بالكومبيتيسيون نجم نشوفوه لانه الملاعب عنده لي كاليتي الحقيقه. حبيت نقول انه بصراحه يعني بنجاح خلى مكان كبير في النجم الرياضي الساحلي هذه، وما نجموش اليوم نقولوا انه بنجاح حتى كي يغيب نجاح النجم يربح. صحيح اليوم ربح النجم، لكن هذا ما يمنعش ان النجم تعبش ربح اليوم. النقطه الاولى. الثاني نبدا انا من تصريحات البريقي. البريقي لخص المباراه قال من الموسم الفارط خذينا برشا خبره ولينا نعرفوا اليوم النجم الساحلي ولا يعرف يربح. الموسم الفارط ممكن كون الفريق ولات عنده شخصيه فريق ظهرت في مباراه اليوم، لانه اللي عمل الفرق اليوم على كره ثابته النجم في الشهر التالي كان نجم نحكيه حتى على الشهر. شوفوا ان النجم قاعد يربح على كرة ثابتة انه ولا يعرف يربح. النجم حتى كان ما يلعبش ما يعملش ماتش مباراة كبيرة كيف اليوم يعرف ينتصر، وهذه شيم الفرق اللي تلعب على الألقاب والفرق الكبيرة. نرجعوا فنيا الشوط الأول كما قلت ان النادي الافريقي نص ساعة سيرتو نص ساعة الأولى ضغط عالي، وهذا بتيتر سلاح نتاع فوزي بن زرتي. ممكن النجم الساحلي ما انتظرش انه النادي الافريقي مش يضغط عليه في المناطق نتاعو. جلست دور الكلام نتاعك من خلال اللقطات اللي اخترتهم لنا. نجموا اخترنا لقطات هنا تجم تشوف تمركز النادي الافريقي. اليوم النادي الافريقي ثوب جديد 4 4 2 4 لاعبين في وسط الميدان هم باهرين. كل مره الكره عند اي لاعب وسط الميدان شوفوا انه الغندري ولا غازي العيادي ولا خليل والوسلاتي الاربعه كانوا تريفيجيلون كانوا هما يبداوا بالضغط، يعني هما اللي يبداوا في الضغط. كيف اللقطه الثانيه هذه براتيكمون كالعاده شفتوا النادي الافريقي وين يضغط. النادي الافريقي يضغط عالي، هو اللي جبر النادي الافريقي بالضغط العالي هو جبر ان النجم يغلط. شفتوا هنا كل مره كل ملاعبي من النادي الافريقي والضغط عالي اللي عمل ديفيرنس اليوم. الديفيرنس ان النادي الافريقي ضغط عالي وجبر النجم انه يطيح في الغلط. شفتوا يعني حتى التمريرات العاليه كانت البرة هنا كيف نفس قارنا في نفس التيم. الضغط العالي الضغط العالي يولد الاخطاء. شفتوا هنا فرصه للنادي الافريقي على خطا، وهذه ممكن كان هنا انيس يعني تأييدا لكلامك كان نجمو نرجعوا لها اللقطه الكونفيرماسيون لكلامك والكلام اللي قلته انا قبيله كونه نبيل كوكي دارس مليح يعني فوزي بن زرتي. خلينا نشوفوا كيفاش نرجعوا شويه ولا لا نزيد نرجعوا شويه نشوفوا هنا كيفاش يعني الضغط زيد نرجعوا شويه كيفاش الضغط وفتك الكره النادي الافريقي. شوف عند افتكاك الكره يعني ظهر فما كونسيني مع عند لونترونور يعرف كيفاش ينتقل من شيره يعني من جهه في الملعب الى في البوزي يعني في الجهه المقابله اكزاكتومون. شوف هنا كيفاش افتك النادي الافريقي الكره وسيستيماتيكمون ظهر يعني حتى في التدريب تدربوا عليها يعني دو توش دو بال يرقى روحه في الجهه المقابله ونلقاو فرصه لاحمد خليل. سامحني مجدي شوفيني يفك الكره النادي الافريقي يعني براتيكمون في 18 متر قاعد يفك كره عالي اكزاكتومون، وهذا هو اللي عمل الفارق في النص ساعه الاولى. نجمو نتعداو احنا اللقطات اللي بعدهم. هنا ما زلنا في نفس النص ساعه الاولى ضغط النادي الافريقي. شفتوا يعني ضغط النادي الافريقي هو اللي خلق الفرص الشوط الاول خاصه النص ساعه الاولى. شفتوا هنا ضغط وفرصه للنادي الافريقي يعني براتيكمون كان واضح النادي الافريقي دخل المباراه ضغط على النجم خليه يلعب اللعب اللي مش متعود يلعب به. هنا النجم ما لقاش اللعب نتاعو. هنا شفتوا تمريره هنا نقف شويه بربي كان نجمو براتيكمون هذا الستريكوي بريفيري نتاع النجم الساحلي كوم على الـ الـ على النجاز. هذا براتيكمون النجم ديما نفس الستريكوي بريفيري انه كل الكره تتلعب على الاطراف سيرتو على النجاز والا على تاج من الشيره الاخرى. هنا قوه النادي الافريقي انه استغل صعود النجاز. شوف تكمل العمليه في ظهر النجاز وفرصه كبيره للنادي الافريقي انه استغل المساحات اللي باش يحطها ليزارير لاتيرو نتاع النجم الساحلي. دونك هنا النجم النادي الافريقي نجح في النص ساعه الاولى ولعب على انه يوقف نقطه قوه النجم الساحلي في وسط الميدان ولعب على المساحات اللي يخليوها الظاهرين. من بعد فما فترات كل مره هنا بربي نجموش نرجع من الاول
نرجع من أول اللقطة. يعني نحكيه هنا على النادي الإفريقي وفي مواجهة أحسن دفاع يعتبر اليوم في تونس حسب الإحصائيات اللي هو دفاع النجم الساحلي، لكن عرف يخترق في بعض الأوقات من اللي عمل الفارق إبراهيم في الشوط الأول خاصة في نص ساعة الأولى، إنه النادي الإفريقي ضغط على النجم عالي، والنجم مش متعود أي فريق في تونس سيرتو في تونس يضغط عليه عالي، خلى النجم يلقاش لي روبير متاعه، هذاك علاش براتيكمون كانت هيمنة ولا سيطرة من النادي الإفريقي في نص ساعة الأولى، وكل مرة النادي الإفريقي يحط مساحات والبلوك متاعه يتحل مش ليزوكازيون متاع النجم الساحلي مش يضرو. ابتداء من اللقطة هذه مجدي، هاي اللقطة قاعدة تمشي قدامنا مجدي تفضل. هنا براتيكمون يعني هجمة مرتدة للنجم الساحلي، يعني شفنا الكرة كيفاش تقصت وكان البلوك بعيد لبعض وكما قال أنيس يعني بلوك نادي الإفريقي كان على 70 متر يعني، وما فماش كي تعرف في كرة القدم يعني المخطر كونك يكون عندك أنت الكرة وتتفكلك، هنا المركاج أوفونسيف تاع الملاعبي والبلوك كيفاش يعني يلزم يكون قريب لبعضه، دونك هنا كان البلوك بعيد عن نادي الإفريقي والنجم الساحلي استغل يعني المساحات اللي خلاها نادي الإفريقي وعمل يعني فرصة وكان ينجم يعني يسجل من أثرها يعني. تكمل الكلام مجدي، كل مرة النادي الإفريقي بلوك متاعه اتحل إلا والنجم فرض أسلوبه. لقطة أخرى تبين كيف في نفس السياق، إنه كل مرة النادي الإفريقي ما يكونش بيان بلاسي ولاعبين خاصة وسط الميدان ما يضغطوش على لاعبي النجم الساحلي إلا والنجم لقى الحلول، كيف باس يفسخ هنا أربع لاعبين في النادي الإفريقي وتكمل من الجهه اليسرى، وهذا هما لي سيركوي بريفيري نتاع النجم الساحلي، ثلاثه لقطات يبينوا قوه النجم الساحلي في العمل الهجومي. أي. هنا نرجعوا للدقيقه بربي دقيقه نرجعوا للفرصه، شوفوا يعني هنا نبداو اول ساعه اول حاجه ممكن ديما نحكيوا احنا نقولوا يعني الكره تلعب على دي ديتاي صغار. شوف هنا نبداو من الاول السرعه في تنفيذ التماس، شوف التماس هنا التوش هنا جاب للنجم الساحلي ساعة اللقطة هذه اللي مش اللقطة هذه تشبه برشا لقطة الهدف على توش جيب مخالفة اللي عمل الفارق. أنا حبيت نحكي إنه النجم الساحلي تو نشوفوا حتى مباراة سيدي بوزيد تقريبا نفس الحكاية من توش. إي النجم الساحلي يعني الساعة توش سي موان يسجل به الأهداف، يعني دي ديتاي صغار من ديتاي صغير النجم يجي يخلق يعمل الفارق. شوف هنا التوش عملوا نقاز بسرعة هنا كيف التوش يجيب. اللقطة هذه تعودت يعني شفنا اللقطة اللي قبلها كرة على العارضة، اللقطة الثانية هدف مخالفة يعني من توش جاء هدف للنادي النجم الساحلي. وهنا شو نقولوا؟ هنا نقولوا انه النجم على توش نجم تربح مباراة. كيف مباراة سيدي بوزيد كان شكيب يجم يجيب لنا لقطة الهدف بتاع سيدي بوزيد بديت بتوش، دونك النجم قاعد يصنع الفارق حتى ما يبداش في نهار كبير، يصنع الفارق على اليمون صغير انه رونتري توش ولا كوفران ينتصر، وهذه هي الديتاي اللي تعمل الفارق في مباراة كبيرة كما هكايا بين زوج فرق كبار. ماذا بينا نشوف هنا دقيقة برك الهدف هدف ضد سيدي بوزيد بسرعة شوف وهنا لافونتاج انك تلعب بسرعة، نتباغت الفريق المنافس مازال ماهوش بيان بلاسي على توش تسجل هدف، دونك هذا هو عامل الخبرة، هذه هي الملاعبية اللي عندهم اكسبيرينس واللي يعرفوا يربحوا، ونتصور انه سي فوزي يعطي أهمية كبيرة لديتاي صغار، اللي يميز فوزي بنزرتي على مدربين تونس انه يعطي أهمية كبيرة لديتاي صغار رونتري توش لي بالاريتي هذوما اللي يعرف انه يجي في نهار يلقى الفريق ماهوش في فورما شكون اللي يعمل الفارق اللي مواصلين صغيره خاصه الكرات الثابته. باش نجيكم بعد شويه عبد الباقي مسعود نحكي خاصه على البيت الداخلي النادي الافريقي، خلينا نشوفوا اليوم حتى على الفيسبوك ولا حتى من ردود فعل احب النادي الافريقي يلوموا على الهيئه المديره، يلوموا على اللي قاعد يصير، على انه الامور ماهيش ماشيه كما يجب داخل النادي الافريقي، هذا بعد ما نشوفوه بالطبيعه على تحكيميا مع الموفيولا وسلاسيم الجديد تحكينا على الموفيولا، وبعد نرجعوا باش تكون الاسئله اللي جاونا على الفيسبوك فيسبوك صفحتنا الخاصة لحد الرياضي ديمونش سبور خاصة فيما يخص المباراة بين النجم الساحلي والنادي الافريقي. سليم جديدي الموفيولا تفضل. الحكم ماهر حرابي الحقيقة اليوم عدى معناتها كان في مستوى الحدث وعدى مقابلة معناتها اجمالا من غير اخطاء معناتها كبيرة معناتها اللي اثرت على المقابلة. فما بعض لقطات نشوفوهم تو لهنا نشوفوا. لقطة كفرون برشا حكاو عليها. انا جايينها نبداو باللقطة الأولى نشوف كيفاش مخالفة تتهز لهنا.
ونشوف الدوزيام بار معناتها باش تجي ليتوال لهنا. ترى دوزيام بار اللي ياخذها تاخذها ليتوال ويمشي بها حمزه الاحمر. المخالفه موجوده والانذار مستحق. العيادي معناتها هز الساق واكثر من لازم والمخالفه موجوده معناتها والانذار مستحق. هذه اللقطه الاولى. اللقطه الثانيه نشوفوا التماس اللي نحكيو عليه يحكي عليها ناس. تماس تلعب وهجوم نادي النجم الساحلي وتقاي مس الكره بيده معناتها خارج منطقه الجزاء ولمس اليد موجوده والمخالفه صحيحه مع الانذار. اللقطه الثالثه بشوفوها لهنا البوسليمي لهنا نشوف كيفاش لهنا يطلع يحاول يعمل تاكل دو ريكوبيراسيون دو بال معناتها وما ينجحش في التاكل نتاعو وما يمسش داكوستا معناتها وحسب اعتقادي معناتها لا وجود للمخالفه. ولهنا هما عملوا مخالفه وعملوها مخالفه معناتها كوفرون انديريكت على اساس هو جو دونجورو معناتها فهمني. بالنسبه لهنا لهنا هذا تاكل دو ريكوبيراسيون معناتها ما نجحش فيه وداكوستا طاح وحده ولا وجود لمخالفه حسب رايي. اللقطه الرابعه لهنا نشوفوا مخالفه النجم الساحلي مخالفه موجوده ونشوفوا لهنا تاج كيفاش يهز الكره ما عرفتش علاش يهز فيها الكره الفوق تاج وبون ظاهر البروفوكاسيون تاع تاج معناتها تاج براتيكمون ديما يعمل في اعمال كيف هذوما حتى ملي كنت نزفر له انا الحقيقه فهمني ديما يعمل حوايج هذوما والحقيقه عمل حاجه اكثر من زايد اللي عمله معناتها توا فاسون ما ضربوش هو معناتها ضرب الكره والتصرف حتى نتاع الوسلاتي المفروض معناتها ما يعملش حاجه كيف هكاك فما الحكم موجود فهمني والانذار مستحق التاج ومستحق الوسلاتي معناتها برشا ناس قالوا حمراء معناتها الوسلاتي لا ما فماش حمراء فهمتني صفرة التاج وصفرة الوسلاتي معناتها حمراء لزوج والله ماذا بيا والله العظيم ماذا بيا معناتها انا حسب رايي حمراء ماذا بيا معناتها تميش علاش في ماتش حلو كيما اليوم تتعمل في حاجه كيما هكا لا من هذا ولا من هذاك تو الكره محطوطه اللودة باش نلعبوا كفره تيجي يهز في الكره يطلع فيها الراس وما فماش علاش معناتها فهمتني الحقيقه بروفوكاسيون بيورينيت معناتها ريق تسمى رونوس من النادي الافريقي معناتها فاروق يعطي الكره معناتها للصرافي ونشوفوا لنا تدخل من كوم معناتها شوف كيفاش كوم سقيمة زوز الحقيقة فما تهور الحقيقة أقل حاجة معناتها لهنا فما ورقة صفراء معناتها فهمتني مخالفة مع ورقة صفراء لهنا ما خذاش كون ورقة صفراء معناتها حتى كفران وكاهو مخالفة السادسة نشوفوا لهنا كيفاش كوليبالي باش يغسل الكرة لهنا باش يغسل الكرة يفك له الكرة فما حد شيء ونشوفوا كيفاش معناتها إيهاب يجي ويعمل أوبسلكسيون معناتها المفروض لهنا الحكم يظفر مخالفة الكوليبالي في الجيست نتاع 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 ايهاب معناتها فهمتني سليم في الكرة هذوما هني سيعرفها بذكاء ذكاء في الكوره نجم الحكم ما يشلقش بهم لا يلزم تشلق شو يلزم تشلق لازم تحس بها خبط كره نحن نسميوها يلزم الاربيتر بلوكاج دادفرسير خبط هذيك مشات كونتر قبل بونتو هذيك مشات كونتر كانت نجم تعمل مشاكل معناتها فهمتني لهنا بوتيتر حتى الحكم ما يشوفهاش نروح حكم رابع يكون موجود لهنا وحتى بالكيت يقول فما مخالفه معناتها فهمتني هذوما لي ديتاي يا نيس اللي تحكي عليها بنتي معناتها فهمت ديتاي نجم هذاك من غلطه نتاع معناتها مخالفه كيف هذيك تمشي كونتر وتمشي هدف معناتها وتولي مشكله فهمتني المخالفه السابعه اللي هي معناتها الناس كل سنه فيها اللي هي مخالفه نتاع الهدف مخالفه واضحه ما فيها حتى شيء معناتها فيهاش اجتهاد معناتها فهمتني معناتها كوم ماشي باش يلعب الكره والاخر هز ياخذ اكثر من اللازم والمخالفه موجوده والقرار صحيح نتاع الحكم هذاش عندنا في هذاش عندنا باهي الحكم ماهر الحرابي هو اللي قاد المباراه نتاع اليوم هذه المره 11 على التوالي حكم تونسي يقود مباراه كلاسيكو في البطوله خبر كما دائما ينجم يكون المفرح بالنسبه ليك وايجابي سي مجدي لا اكيد هو تو ما عادش عندنا ليزاربيتر لونجي في تونس فهمني سوف كو الحقيقه راهو شو فم برشا حكام قاعدين يعملوا في اخطاء فهمني الحقيقه قاعدين ياثروا على نتائج مباريات وفما الحقيقه حكام اللي هما نجم نقول لكم موتيف كيما ماهر حرابي كيما سليم بالخواص الحقيقه قاعدين يعملوا في مقابلات من غير اخطاء معناتها على اربع مقابلات ولا خمس مقابلات يعمل لك معناتها يعمل خطا نجم نعديوها مي فما الحقيقه فما حكام كل اللي اخطائهم كبيره معناتها مثلا على يعمل ثلاثه مقابلات يعمل سته اخطاء يعمل اربع مقابلات يعمل ثمانيه اخطاء هذوما حوايج كبيره برشا انيس ابو جلبان السؤال يجيك من عند المشاهد بلال السوسي يقول لك علاش نبيل الكوكي غير تشكيله كل مقابله اعطينا رايك علاش يغير لانه مازال ما لقاش الفريق مازال ما ربحش مع نبيل الكوكي بيان سير ثم ظروف اخرى لازم واحد عايش في النادي يعرف يعني كيما نحكيو على المباراه هذه شفنا يعني براتيكمون كوليبالي مازال كيوصل من كاس افريقيا للاقل من 23 سنه قلت البارح اللي تي اوبليجي باش يلعب اساسي كيف الاربعه نتاع وسط الميدان كلهم صغار واول مره يلعبوا الغندري اول مره خليل 20 سنه كيف وسلاتي ماهوش كبير ظل 23 غازي العيادي يعني نتصور انه نبيل طاح في اوبليجاسيون في ظروف صعيبه شفنا توسكار وسلاتي ما عملوش تحضيرات شفنا الشناحي اول مباراه ليه من حيث انتدبوا النادي الافريقي يعني جاء في ظروف صعيبه برشا قاعد يلوج على الـ 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 على الكيب نتاعو
بدات تظهر له. نتصور بعد المباراة اليوم خاصة الشوط الأول يجم يبدأ تظهر له الليكيب، ولو أني أنا أعتقد أنه نادي الفريق نجح دفاعيا لكن هجوميا ما زلت له برشا وخدمه. ديجا نبيل قال الكلام هذية ينقص نادي الفريق اليوم بعد ما يفك كرة مش تعمل بها هذيك أهم حاجة في الكرة. مجدي شبشو بيسألك يقول لك تقييمك مردود بن عمر وأحمد خليل. بن عمر كان من أحسن ملاعبيه اليوم بصراحة، وخليل من أحسن ملاعبيه كما قال مجدي، زوز ملاعبيه صغار وعندهم مستقبل كبير يبشر برشا خير. سيرتو خليل سان بيفولي و معناها في الفور اللي اكسبسيونيل يتحرك برشا يعني يوصل يخلط ثم يعني ما يقعدش موش سيبان بيفول يقعد فيكس يوصل حتى القدام يكون ديسيزيف ساعات. بن عمر كيف بن عمر بصراحة اكتشاف كبير برشا. السي فوزي البنزرتي ملاعبي بوكوت كاليتي قوي اللي بريزون في الديويل وصير له بلان اوفنسيف يعرف يلعب، وهذوما نوعية الملاعبية اللي احنا في حاجه بهم خاصه في وسط الميدان. اليوم اهم كومبارتيمون حتى في العالم اللي عنده احسن بيفوات هو الفريق الباهي، لانه اللي بيفو واللاعبين وسط الميدان هما اللي يعملوا الاكيليبر سواء دفاعيا وهجوميا. باهي فادي بايوذ يسال مجدي تراوي على صفحتنا على الفيسبوك يقول لك بكل حياد مهم كل حياد نحبوك تقيم لنا اداء فاروق بن مصطفى من وقت اللي جا للفريقي. والله شوف فاروق بن مصطفى نعرفه يعني لعبت معاه يعني لعبنا مع بعضنا حتى في المنتخب الوطني التونسي. يعني فاروق بن مصطفى اليوم ما نجموش نشكوا في 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 قيمته كحارس، يعني في حارس الحقيقه حارس ممتاز، لكن يمكن الفتره الاخيره عمل اغلاط اللي اثرت شويه يعني، وحتى جماهير الافريقي يعني تقلقت من الاغلاط اللي عملها. لكن اليوم انا بالنسبه لي انا كلاعب قديم ونعرف شو معناها حارس مرمى الهدف اللي قبله اليوم ضد النجم الساحلي بالنسبه لي انا ما يتحمل فيه حتى مسؤوليه. ماذا بينا نعاود نشوفوه ما مجدي يعني ما شاطركش الراي انه ما يتحملش فيه حتى مسؤوليه. انت ما تشاطرنيش الراي ذا رايك ونحترمه. بالنسبه لي انا فاروق بن مصطفى ما يتحمل حتى يعني مسؤوليه في الهدف اللي تقبل اليوم لأنه نحمله مسؤوليه قبل الهدف نحمله مسؤوليه لانه هو المطالب باش يوقف الجدار نتاعو يوقف المير نتاعو ويعطي لي كونسيني باش ما يتحرك حتى حد. وقت اللي تتعدى الكره فوق المير وتتمركى وقت يتحمل هو المسؤوليه. لكن انا جدار الصد وانا حارس اش معناها نعطي بظهري نطلع جدار نتحل ونطلع بظهري حتى باش تقول لي تعديت فوق روسي فوق المير يعني مجدي ما تعديتش من وسط من وسط المير ما تعديتش من وسط انيس اذا كان المير يقعد واقف وما يتحلش واقف وتعرف المير كيبدا يوقف كيفاش يقف ومن بعد ينقز مع الشوطه نجم تلمس في راس المدافع المدافعين اللي في الجدار. لكن اذا انا في الجدار ونعطي بظهري ونتحل المير كامل تسهل على التيرور. هذا ما يمنعش اللي حمزه الاحمر يعني اكسبسيونيل في الفراب نتاعو، لكن تسهل على الفرابور معناها نتاع اللي يشوت يعني الكفرون اذا المير تحل معناها الجارديا ما عادش عنده مسؤوليه. اهو هاي لقطه تعود انا بربي. شوف مجد شوف المير سي صحيح حل شوف المير طلع وضرب ظهره يعني كان ياخذوها من اللونج الاخر. شوف كيفاش دخلت مجدي. فوق زوز يعني بين الزوز ملاعبيه وصل كان عاودوها تشوفك دخلت بين الزوز لاعبين. انا سامحني مجدي شوف المير كيفاش تحل ما يتحلش المير هنا ما تعديتش من وسط النجم هذا الساحلي داخلين في وسط المير. سامحني مجدي ما تعديتش من وسط المير فوق المير هنا. فاروق كان عمل خطوه ياخذ الكره ويوقف. فاروق ما عملش رياكسيون هنا يتحمل هنا اللي عمل اليوم. شفت يا مجدي حارس في فريق كبير اليوم اسمه مير هو ما يسموش يتحرك تحرك وغلط اوكي اما مش لا مشكله لا 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 انت كان عمل الخطوه هو الوسط كان عمل الخطوه لاتيرال يشد هاك الكوره في دي دونك اليوم مجدي اذا كان ما تحركش المير كان نجم ما يسجلش هدف بالنسبه ليك معناها كان ديترمينونت كانت حاسمه انه المير تحل ولا ما تحلش. مش معناها ما يسجلش هدف سامحني ابراهيم نحكيو على تحميل المسؤوليه. ينجم المير يكون واقف في بلاصته وينقز ويعمل اللي يحب وحمزه الاحمر يضربها فوق المير وتسجل هدف. ما فيش كلام اذا كان ضربها مليح تدخل. هو حمزه الاحمر قاعد يضرب في مخالفات كبيره برشا عنده ساق يمين اكسبسيونيل فماش في تونس ولون بلاسمون تاع لكن تاع الجول شنو رايك فيه؟ لون بلاسمون تاع الجول بتتر كان مجنب اكثر لكن صحيح يعني لانه ما ينجمش يقف ورا المير الجول هو ما ينجمش يقف ورا الجدار لانه يعني الجدار في بلاصه والحارس لازم يكون في الزاويه الثانيه المعاكسه. يا مجدي سامحني اللي عمله فاروق صحيح انه حط المير اما هو ما اجتهدش يعني كان يجم يعمل خطوه ويعني ما زادش حاجه. اليوم انت في مباراه كبيره بار اكزومبل باراد اللي عملها البلبولي في دقيقه 47 تاع توزغار جابت به مباراه يعني الحراس انا فاش كحارس في فريق كبير مش يجيك 20 فرصه مش يجيك 3-4 فرص لازمك تكون موجود وهذا واقع. اليوم ما اجتهدش في الكوره هيك ما اجتهدش كان عمل الخطوه خاطر الكفران ماهيش في الزاويه 90 في الوسط دونك اش معناها؟ معناها هو
ما اجتهدش انه يعمل خطوه لاتيرال وتكون كره في يده. هذاك علاش قلت لك نحمله المسؤوليه. هذا ما يمنعش انه مش معناها فاروق بن مصطفى هو اللي يتحمل مسؤوليه الهزيمه. كيف كامله تحمل المسؤوليه. عبد الباقي بن مسعود سؤال من عند احمد الزيدي يقول لك شنو مدى شرعيه احتراز الافريقي ضد العكيشي؟ والله انا اعتقد انه النجم خذا احتياطاته، معناها تبعنا الموضوع. ما نتصورش ان اداره النجم بالسذاجه هذه باش ما تعرفش تحدد مده عقوبه نتاع ملاعبي. هذا ملاعبي صادر في شان عقوبه باربع اشهر، بديت في اول اوت وعلى بالنا بها توفى في بدايه ديسمبر، معناها مرور اربع اشهر. ثم اكثر من ذلك النجم الرياضي الساحلي قبل ما ياهل احمد العكيشي قبل ما يجيبوا للمقابله اتصل بالاطر المسؤوله واستفسر على الموضوع وخذا معناها تاكيد من انه احمد العكيشي مؤهل بدايه من المقابله ضد النادي الافريقي. لو كان ما تلعبتش مباراه سيدي بوزيد ربما، ولو يظهر لي حتى بمباراه سيدي بوزيد، لان الفتره محدده باجل باربع اشهر. الاربع اشهر انتهت اجلها، معناها نهار مباراه سيدي بوزيد ما زالت العقوبه ساريه. نحكيو على النادي الافريقي، هو بالتاكيد النجم الساحلي يستحق الفوز نتاعو اليوم، لعب كما يجب. فوزي بن زرتي باين على حنكه كبيره بالمجموعه اللي عنده، عرف كيفاش يدورها. في المقابل الكوكيز لعب كل الاوراق تقريبا، عرف كيفاش يدور حسب الموجود اللي عنده. لكن اليوم فما شكون يقول لك النادي الافريقي كلاعبين كاداء على الملعب متاثر بالظروف ربما ولا عدم الاستقرار نفسيا اللي قاعد يصير على مستوى الهيئه المديره في النادي الافريقي. وهذاك علاش يلزم اليوم نقولوا برافو للنادي الافريقي. شوف انا ثم حاجه ما تقالتش في تحليل المقابله، وهي انه ثم افونتاج كبير عند النجم مقارنه بالنادي الافريقي هو النسق. نسق المباريات، النجم الرياضي الساحلي ما توقفش على اللعب. النادي الافريقي توقف. اكثر من ذلك النادي الافريقي توقف باش المدرب يجيبوا لي اونديكاب لانه كثر المباريات على النجم الساحلي. لا ما كثرش مباريات في كل اسبوع. شوف في اوروبا قاعدين يلعبوا يوصلوا يلعبوا ثلاثة مباريات في الاسبوع، معناها مباراه في كل اسبوع ولا زوز. ما بالعكس معروف وتعرف انت هذا، انت كورت وتعرف انه كي يرقد برشا الملاعبي مش باهيله كي يلعبوا ورا بعض. هذا مش باهيله ما لعبش ورا بعض ولعب اربع حد هذه نورمال، معناها نهار الاربعاء مع سيدي بوزوز مباريات في سوسه، معناها ما ثماش خارجين من النهائي. ثم هاولي جاي انا سقف كبير برشا. شوف انا بالنسبه لي اللي عنده ريتم دو جو هو الفافوري، نجم نختلفوا فيها هو يعرف خير مني، اما بالنسبه لي انا اللي عنده ريتم دو جو هو الفافوري. النجم كان اليوم فافوري على النادي الافريقي من الناحيه هذه. ثم النادي الافريقي خارج من فتره هي معنى مشابهه ببدايه التحضيرات لموسم، لانه المدرب وقت خذا جمعيته خذا ثلاثه جمعات ومش نشوف اموري ومش نحضر بدايه الموسم نتاعي. في بدايه الموسم نتاعو بين قوسين لقى قدامه فريق اسمه النجم الساحلي اللي هو رافع كاس افريقيا، اللي هو يلعب قدام جمهوره، اللي هو فريق قوي عمناول وسنا، فريق صحيح برشا ليتوال ماهوش فريق سهل، ورغم ذلك قدم مقابله بالوزن هذا وبالشكل هذا بشبان. نرجع ديما الملاحظه مهمه جدا نتاع مجدي التراوي، انه المدرب ماهوش قاعد يستعمل في الملاعبيه نتاعو الكل، قاعد يستعمل في الملاعبيه الحاضرين سيرتو من الناحيه الصحيه. بهم هما يلزموا يخرج 11 ويلعب الطرح نتاعو. الور من النواحي هذه الكل اعتقد انه نبيل كوكي اعطى مؤشرات نتاع مستقبل جيد وجيد جدا للنادي الافريقي. واعتقد انه مباراه اليوم كي ياخذوها بالعقل في اسره النادي الافريقي هي بدايه الخروج من المرحله الصعبه، ما نقولش الازمه اللي عرفها النادي الافريقي في الفتره الخاتمه الفايته. ويلزم لمواصله المواصله في الاتجاه هذايا ثقه في النفس، والاوبجيكتيف اسونسييل نتاع النادي الافريقي هي تشامبيونز ليج. باقي ما يحبش يقول ازمه نتائج يعني هو تشامبيونز باقي ما يحبش يقول ازمه نتائج تاع النادي الافريقي. بالضبط، صعوبات، انا نقول صعوبات خلقت نتائج معناها سلبيه بالنسبه لي. راهو الازمه تهتك النادي الافريقي كي تشوفه اليوم ما تقولش فريق طايح، تقول هذا فريق يلعب على التيتر. معناها تحس خاصه الفرق الكبرى راهو مش من السهل باش تطيح. معناها باللي تجيها مصاعب تعرف كيفاش تعاود تقول. النادي الافريقي اللي لوبجيكتيف نتاعو كما قلت ونذكر هو تشامبيونز ليج، يجب يعتبر انه مباراه اليوم كانت انطلاق تحضيراته للتشامبيونز ليج، والاكيد انه النتائج تو تتبع. ونذكر عمناول الترجي الرياضي التونسي في الفتره هذه كان تقريبا في نفس الوضعيه اللي فيها النادي الافريقي قبل نهايه الموسم بجوله، قال روح العب على البطوله، ما
ما بتعرفش عليها النتائج والتطورات بعد وشكون مشيت عبق بلوش والإصابات وبالتيرانات متاعنا. حضر روحك معنا ابدأ أرشم كل جمعة شكون مشيت تضرب وكذا كيفيه تجم تتغير وجه البطولة الكل مجرد تفاصيل وديبتي ديتاي. ولو أنه ديبتي ديتاي هذوما اللي موجودين البرة متيرا بالنسبة لي أنا مش موجودين في التيرا. نسمع ديما أنا برشا الخيان محلين كما كان توا أنيس يقولها معناها ثم الماتش يتلعب على بتي ديتاي. بالنسبة لي الماتش ما فيه حتى بتي ديتاي. أنيس كان يورينا توا أنه بتوش تجم تبركي بونتو إذا كان تعتبر التوش بتي ديتاي بلاش هو الجرون ديتاي. ونفس الشيء بالنسبة للحكام يقولوا خطأ ما أثرش على نتيجة المقابلة. كل خطأ يأثر على نتيجة المقابلة. يا سيدي تعطي توش في السونتر للادفيرسير متاعي ايش معناها؟ رجعت الكرة للادفيرسير هزها بركاني بونتو. وبالتالي لازمنا ندعو الحكام إلى أنهم ما يعملوش أخطاء. الأخطاء الكل تبداش يتوش راهي تنجم تأثر على نتيجة المقابلة. ورينا تو أنت وريتنا تو سي أنيس النجم الساحلي في الجمعة هذه مركز زوز بونتو بزوز توشيت من وسط السونتر. وبالتالي الكرة كلها ديتاي ما ثماش ديتاي صغير وديتاي كبير. كيما تضيع بينالتي كيما تبركي بونتو بتوش البينالتي تعتبر ديتاي كبير راهي تضيع خويا. والتوش تعتبر ديتاي صغيرة تجيب بونتو. لي ديتاي كلهم أرزان ولي ديتاي كلهم يأثروا. ثمش لا صغير لا كبير. بو لو انه مش انت تقول فيها بركانيس لو انت تقول فيها انا نختلف معاه. باهي خلينا احنا لهنا على البونتو اللي من اللي زي ما التوش كيف نقارنه بينه وبين نجم الساحلي قدام سيدي بوزيد ولا قدام النادي الافريقي تقريبا نفس الحكايه. سيدي بوزيد قدم زاد راهو مردود لا باس به في المباراه هذه وعرف كيفاش يقف وقفه الفرق الكبرى. علقنا شويه على البونتو هذا قبل ما نحكي على البونتو لازم لازم يجاوبني جاوب سعد الباقي ساعه ولا حاجه. التوش ساعه صحيح انه التوش ديتاي والضرب الجزاء ديتاي ما الفرق انه ضرب جزاء عندك اكثر شانس بالسجل من التوش. عمرك شريت يعني جمعيات قليل برشا انه يستغلوا التوش باش تولي اكسيون اوفنسيف مخدومه وتجيب اهداف. هذه اول حاجه. ثاني حاجه سي عبد الباقي قلت برافو النادي الافريقي ما يزموش اليوم النادي الافريقي كي يخسر في سوسه واحد شيء ولا يقولوا له برافو. معناها بصراحه برافو مازال بكري عليها لانه مازال النادي الافريقي بعيد برشا انه اليوم يوصل النادي الافريقي يخسر في سوسه ويقولوا له برافو. ما حتى كان تلعب لانه لازم نفكروا كيما الجمهور. تحكي تو على البونتو فكروا على الجمهور قبل لانه الناس حكينا على البونتو قبل ما نكمل الفكره بتاعي ولا نحكي على البونتو طول. حكينا على البونتو. البونتو تاع سيدي بوزيد. تاع سيدي بوزيد. الله يبارك. سيدي بوزيد ما جبناه الهدف شفته انه النجم الساحلي صحيح انه انتصر واحد شيء لكن براتيكمون النجم كان مسيطر على المباراه والهدف صحيح انه نتيجه هدف لصفر تظهر انه فما منافسه في اللعب لكن النجم كان خلق العديد من الفرص. اذا باش نرجعوا للهدف باش نوريه بالصور كما العاده بدا بتوش. التوش هذا انتهى بهدف. فما صور ولا فما صور براتيكمون نفس اللي شفناه في مباراه النادي الافريقي شفناه في مباراه سيدي بوزيد. يعني من توش النجم سجل هدف وهذه تحسب للنجم الساحلي والفوزي البنزرتي. هو كي تشوف النتيجه كما قلت انت انيس يعني بالنسبه لمباراه سيدي بوزيد والنجم يعني تقول كان 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 الاداء متقارب. لكن انا كنت تابعت المباراه النجم الساحلي اضاع عديد الفرص خاصه في الشوط الثاني. يعني عديد الفرص خلق النجم الساحلي وكان ينجم يتصرف بنتيجه عريضه. لكن اليوم من شيم فرق كبيره خلينا نقول يعني حتى اليوم حتى ضد نادي الصفاقس ضد النادي الافريقي او اليوم يعني ضد المباراه الفارطه ضد سيدي بوزيد يعرف كيفاش ينتصر النادي الساحلي. وهذه يعني فريق توصل له بالخبره وبالانسجام يعني وشفنا يعني عمل المدرب يخلي الفريق من بعد يعني اليوم جبدوا على الكرات الثابته سي عبد الباقي ونيس اليوم من السلاح الكبير في كره القدم من 75% من الاهداف اللي تتسجل في العالم كرات ثابته. اليوم الكرات الثابته ولات تخدم ولات يعني ولات معناها سيونس اكزاكت ولات معناها الكرات الثابته دونك خاصه مع فوز البنزرتي اكزاكتومون. دونك خليني نقول اللي الكرات الثابته كي نربحوا بها مباراه يعني ديجا سلاح كبير برشا وميزه للفريق هذاك لانه وصل يعني ينتصر على كره ثابته. دونك المساحه تحسب له يعني نقاط هذه الكل. باهي شكرا لك مجدي تراوي. عندك مفيول انت على مباراه المساحلي نشوفها معك سليم وبعد نشوفوا ترتيب الفرق بعد المباراتين هذوما متاخرين. اللقطه الاولى نشوفوا الكره تتهز قدام وطالب ضرب جزاء هنا نشوفوا كيفاش يهز الكره بالحارس ومن بعد يكمل الهجوم نتاعو. شوفوا هنا النجاز باش يحط يده ما الحقيقه حطنا يد ما غير دفع معناتها ما غير دفع نتاع ضرب الجزاء معناتها
اليد محطوطة والدفع مش كبير والمهاجم عمل حاجة معناتها زايدة الحقيقة ما فهمتني. احتكاك عادي ولا وجود لدفع معناتها نتاع ضرب جزاء ولا وجود للمخالفة. هذه اللقطة الأولى. اللقطة الثانية شوفوا كيفاش المهاجم باش يطلع باش ياخذ الكرة باش يطلع باش يلعب كرة بالراس ويده محلولة معناتها ويضرب معناتها ويضرب النقاز ومخالفة مستحقة مع الإنذار معناتها فهمتني. هذه اللقطة الثانية. اللقطة الثالثة مطالبة كيف كيف ضرب جزاء شوف كيفاش ياخذ الكرة ويدخل منطقة الجزاء. الزوز لاعبين مش يلعبوا بيديهم كل واحد يحط يده. تقصد انت يا سليمان معطاه الصفرة في معطاه الصفرة في المخالفة هذيك عطاه جوز مخالفة لأن شوف الزوز لاعبين يحطوا يديهم معناها احتكاك عادي معناتها الزوز يلعبوا بيديهم ولا وجود المخالفة ولا وجود لضرب جزاء. واضح شكرا لك سليم جديد. هذه الموفيولا نتاع مباراة نجم الساحلي وأولمبيك سيدي بوزيد تعطيكم فكرة على الترتيب بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نلقاو النادي الصفاقسي في مقدمة الترتيب 22 نقطة، بعده الترجي الرياضي في المرتبة الثانية 21 نقطة، نجم الساحلي 19 نقطة، والنجم أولمبيك سيدي بوزيد ب 12 نقطة. في وسط الترتيب نلقاو نادي حمام لمف في المرتبة العاشرة معها النادي البنزرتي ونادي الإفريقي في المرتبة 12 ب 8 نقاط، بينما في أقصى الترتيب مازال قوافل القفصة بجزء من النقاط قبله الملعب التونسي وشبيبة القيروانية كل واحد منهم بخمس نقاط. ترتيب الهدفين نمشيو ترتيب الهدفين. طه ياسين الخليسي مازال مواصل التمسك بكوكبة الصدارة عن ترجي رياضي بسبعة أهداف، بعده جونيور من نادي الصفاقسي وعلي معلول زاد من نادي الصفاقسي بأربعة أهداف ودا سيلفا من نجم الساحلي بأربعة أهداف. هذايا بالنسبة للجولة الثامنة بعد ما أصدر الستار بإلحاق المباريات المتأخرة اللي خاضهم النجم الساحلي. من هنا فصاعدا فما نسق كبير برشا، نسق ماراثوني واحد من المشاهدين سماه نسق جنوني فادي مش فادي سليم سليم الدوادي يقول كذا نسق جنوني باش يصير من هنا حتى كش نهاية الذهاب. ويسأل عبد الباقي بن مسعود كيفاش باش يكونوا اللاعبين متاعنا قادرين على مجاراة النسق ذي السريع. والله يشوف هو الانهاء مرحلة الذهاب كلها في بداية جانفي معناها حاجة مؤلمة سيفري معناها برشا علاش برشا لعدم توفر البنية التحتية اللي تخليك تلعب ماتشك مرتاح. خاطر ما عندناش لي تيران، عندنا برشا تيرانات ترتون نلعبوا فيهم خاصة في المنطقة الجنوبية، عندنا برشا تيرانات مفلقة معناها مراعي ماهيش تيرانات. معناها لو كان جاء معناها الماتشات كلها تتلعب في رادس في سوسة في المهيري، بالنسبة لي أنا نسق نتاع أربع حد بالنسبة للملاعبي محترف ياخذ في 100 مليون في الشهر معناها أقل حاجة يجي يقدمها لي أنه قدم لي سبيكتاكل خلينا نجي نتفرج معناها توي بي بورسا. ولكن في الظروف اللي عندنا تاع الانفراستركتور بصراحة النسق يولي مؤلم جدا. علاش حكيت بكري أنا بدا ورشموا للإصابات وللواحد باش يكون مرهق بالنسبة للاعبين. معناها التيران هو اللي يخلي النسق يولي متعب. كي تلقى روحك تلعب على زربيه الملاعب يبدو يهبط شارع باش يلعب ماتش حتى ثلاثه ماتشات في الجمعه يقول لك نلعب. اما كيف يلعب في الصعوبات الموجوده ضيف لها الصعوبات المناخيه اللي مش تجي تشتق تيرام طبع وكذا واحد مع الظروف اللي فيها باش تكون مرحله صعيبه ودقيقه جدا. ان شاء الله ربي يبقي ستر على الملاعبيه. نقطه اخرى مهمه بالنسبه ابراهيم جبت على نسق المباريات كل ثلاثه ايام نلعب مباراه، مهم جدا يكون عندك رصيد بشري على مستوى عالي. يعني بالنسبه للمدرب يكون عنده يكون عنده رصيد بشري يعني متقارب يعني اللاعبيه يكونوا الكاليتي تكون متقاربه كل شيء تسهل له الماموريه كونه يبدل في التشكيله يعمل يعني يغير يعني لاعبين يرتح ملاعبيه ويدخل ملاعبيه وتقعد النتائج موجوده. هذا معناه قيمه الرصيد البشري يكون دو كاليتي في في في, في الماراثون هذا خليني نقول نتاع 4-1 4-1. اذا كان عندك ملاعبيه متفارقه في المستوى يعني التكنيك يكونوا بعاد برشا على بعضهم ولا عندك اصابات برشا باش يتعب برشا المدرب في الفتره هذه القادمه. يعني نجيو لفقره حوار الاسبوع في الحد الرياضي. يوسف المويهبي هو اللي باش يحاوروا زميلنا شكيب الخويلدي في فقره خاصه. غياب اللاعب المتألق يوسف المويبي على تشكيلة أكاب النجم بعد الجولة الثانية للبطولة خلف تساؤلات عديدة لدى عشاق جوهرة الساحل. المويبي يكشف المستور في هذا الحوار. مشكلة في تجديد العقد، مازال عام في العقد متاعي. وقتاش؟ جوان 2016. أيوة.
المفاوضات جات بكري ياسر وما عرفش يمكن الهيئة المرة هذه حسيتها تسرعت خاطر كان عنا الوقت مازالوا 8 ولا 9 شهر قدامنا كنت نجم على الأقل نقعد في الجروب وفي نفس الوقت مازال عنا برشا وقت نجم نلقاو فيه حل ما قرر جاء باش نهبط الإسبوار حسيته قاسي شوية خاطر مازلت أول حاجة مدة كبيرة في العقد متاعي وثاني حاجة قاسي خاطر نتصور في المدة اللي عديتها في النجم ما راو مني كان الخير اللي عندي عطيته ما بخلتش على الجمعية في الحالة متاعي ما خذيتش وقتي في التجديد معناتها طلبوا مني توايا نغادر المجموعة وأنا في الوقت هذاك وقت نتفكر بعد ماتش الزمالك دومي فينال وضعيتي مش لك الكل في الفريق مانيش قاعد نلعب مانيش محس روحي مانيش ميخو حقي كوم يلفو طلبت شوية وقت باش نزيدو نحكيو أكثر في التفاصيل العقد ما لا يا المدير اخترت باش نهبط الإسبوار هي موجودة من الطرفين أنا ماذا بيا نواصل في النجم والنجم مادام اقترحوا علي عقد جديد معناتها ماذا بيهم نواصل معاهم كما قلت لك بعد هبط إسبوار وكان قدامي برشا وقت كنا نجم نتفاهموا يوسف المرأة أنت الوضعية الوحيدة في النجم اللي مازال عقدك معنا 8-9 شهور وكذا ولا فهم لاعبين أخرين في نفس الوضعية بتاعك هو ذاك علاش أنا قلت لك قرار قاسي خاطر مش أنا الوحيد يوفى عقدي 30 جوان فما لاعبين أخرين معايا ما عارش علاش تعاملوا معايا هذاك علاش قلت لك قرار قاسي ما عارش شنو الاستراتيجيه نتاعهم ياخذوا بالملاعب بالملاعب ولا كيفاه ما اللي نعرفوا اللي مش كان انا سنة فانت كونترا ما اختاروا باش نهبط الاسبوار وما علي كان نمتثل خاطر ملي جيت ليتوال وانا نحترم في القرارات الكل مش نجي تو ومش نخرج على السكه كملت احترمت القرار هذا لو انه قاسي نوعا ما العروض اكيد جات الفتره هذه في الفترة اللي هبط فيها الأمال دخلوا شوية جمعيات في الخط الحقيقة ما عطيتهمش أهمية كبيرة خاطر قاعد مركز على باش نحاول نلقى حل في الإتوال إن شاء الله قلت لك نرجع ماك تعرف ملاعبي بعد برشا على التيران مش في صالحه برشا كان لقينا حل وذايا اللي إن شاء الله يصير نرجع للتيران كان ما لقيناش حل نجم حتى نطلب من المسؤولين نكمل بقية عقدي في المرسى نرجع لجمعية الأم تو أنا في سوسة وفي الإتوال الحمد لله أكثر حاجة فرحان لها محبة العباد ما نحبش نخسر محبة العباد هذيك اللي جانا هوني تو نحب نوضح لهم الصورة خاطر برشا كلام تقال هاو فلوس هاو يحب يمشي للجمعية الفلانية راهو أنا نخمم في الكورة قبل الفلوس وقبل الجمعيات دونك أنا ماذا بيا نكمل في الإتوال وكان استحالة وطريق مسدودة نخير نكمل بقية العقد في المرسى شخصيا لي أنا حاجة رسمية ما جاتنيش من الترج لكن كما قلت لك قبيلة ما نجمش ندخل في مفاوضات مع فريق آخر وأنا على ذمة الإتوال وكان الطريق مسدود مع النجم أي جمعية كان باش تطلب يوسف المويبي تمشي للهيئة المديرة متاع النجم تحكي معهم مش تحكي معايا أنا هدف قاد في بالك مع سجلته مع النجم الساحلي أصعب بونتو نتفكروا توا بونتو الأهلي المصري خاطر كان فما ضغط كبير والماتش 0-0 وفي سوسة وستاد معبي والناس على أعصابها وطويل وقت البينالتي الأربيتر قعد برشا بالزفر وهبط علي بريسيون كبيرة هذاك أصعب بونتو واللي تبننتو برشا والحمد لله ونهارتها ربحنا واحد بلاش مع الفريق يقعد هدف البطولة هذاك أكثر هدف حاسم في المشوار كونتر جرجيس الفريق جمعية كبيرة تتيح وتقوم كما أي جمعية أخرى ذكريات كبيرة زادة في نادي الإفريقي ما ننساهاش علاقتي زادة باهية بجمهورها بمسؤوليها بلعبها أنت نتصور الإفريقي ما تقعدش برشا كما نقوله في مستوى متوسط بوقفة جمهورها وراها كالعادة تصور ترجع وتقعد منافس قوي على الأقل مع المرسى ماركيت زاد برشا بونتويات وبرشا ذكريات حلوة يقعد بونتو أبو منيج في المنزة ذاك أحسن هدف نتاعو شكون الفرق اللي باش تكون أكثر على البطولة المسلمة؟ السنة نتصور كالعادة ما فماش حتى تغيير كبير باش يكونوا الأربعة الكبار هما الأقرب معناتها للتتويج ومازال بكري على البطوله من تاول الكلام مازال نتصور تحسم في اخر المشوار بس فصلنا السر نتاع الاشاره اللي تعملها بعد ما سجل هدف شنو هي هذيك
والله من قبل ملي كنت في المارس انا عمل الحكي الحقيقه ما نجمش نحكيها في التيلي بيني انا وصحابي دونك اشاره وكا. هذا هو الحوار مع يوسف المويهبي. عبد الباقي يعني جوار كونفيرمي كي مع المويهبي اليوم يدخل في مشاكل من النوع هذه تعتبر اداريه وعندها علاقه باعاره وعقد وفريق قديم وفريق جديد، ممكن تعملنا نوع من الجاسبياج نضيعوا قيمه وكفاءه اللاعبين نتاعنا. صحيح يوسف المويهبي في رايي انا معناها لاعبي متميز جدا، انا يعجبني برشا ويملى العين ويملى البلاصه نتاعو، ولكن راهو المدربين عندهم دينار معينين يلزمهم يتوفروا له في الملاعبيه باش يقول لك الملاعبي هذا يصلح لي ولا ما يصلحليش، يجم يكون ملاعبي متفق عليه انه ممتاز جدا وعند المدرب الفلاني يقول لك انا هذا راه ما نستحقلوش، فهمت؟ معناها راهو نستحق لحد اخر بمواصفات اخرى. احنا ملي جا فوزي البنزرتي حسينا انه البنزرتي ماهوش يراغب برشا في المويهبي. جات فترة اضطرارية ربما ثم برشا لاعبية مضروبة في الإتوال وكل شيء، تخلي مويهبي وخذا بلاصته وفرض نفسه، ثم بعد رجع المويهبي ولا فريمون ما هوش هيك هو نوعية اللاعبين اللي فوزي ربما يقنعوه برشا، فهمتني؟ ومن المنطلق هذا بردت شوية الرغبة نتاع النجم الرياضي الساحلي في المواصلة مع يوسف المويهبي. ولكن رغم ذلك اعتقد انه رغم تقدمه شويه في السن، يظهر لي عنده عمر 30 سنه تو المويهبي 29 30 سنه، اعتقد انه مازال عنده ما يعطي، مازال قادر باش يلعب في فريق كبير. سا دي بون توجور معناها المعلومات اللي عندنا اللي عندي انا على الاقل الباقي انه النجم مازال يحب يجدد العقد. شوف النجم ومسؤولي النجم خاصه زياد الجزيري، نعرف انه زياد الجزيري مقتنع برشا بالمويهبي ويحب وماذا به يوصلوا الحل، ولكن الـ حسب ما فهمت عدم التمسك الشديد نتاع فوزي البنزرتي بيوسف المويهبي خلى المفاوضات تتعرقل، معناها ما تمشيش في الاتجاه اللي يلقاو فيه اتفاق بين الطرفين، معناها فهمتني؟ ابارامون معناها يظهر لي حتى العرض اللي يقدمه النجم ربما يكون اقل من انتظارات المويهبي ومام اقل من اللي عنده قديمه، فهمتني؟ وبالتالي وقفت الامور عند الحد هذا، ولكن رغم ذلك يبقى البنزرتي حر في اختياراته في تحديد نوعيه الملاعبيه اللي يستعملهم، ويبقى يوسف المويهبي ملاعبي قادر على التقديم، وكل كان 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 تلموا تلموا كان ما تلموش كل واحد يلقى الخير، معناها كل واحد ان شاء الله ربي. بعيد على العقد هذا يا انيس، فنيا شنو هما الكاليتي نتاع يوسف المويهبي اليوم اللي داخل في هالدوامه هذه؟ المويهبي سي جوار تكنيك، سي تري بون جوار، سي جوار اللي يجي يصنع لك الفارق في 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 متر مربع كما نقولوا. ممكن من ملاعبيه لعبت مع المويهبي انا ونعرف الكاليتي عنده، كاليتي كبيره الساعه. اول حاجه عنده دم بارد بالغطغور كما نقولوا، البريسيون ما تاثرش عليه، ومهما كانت المباراه ومهما كان اسم المنافس اللي قدامه يمشي له يهز كره ويمشي له ويحاول انه يدرب له. ثاني حاجه نصور انه حتى في مسيرته مع مش مع نادي الفريق مع النجم الساحلي اتقد انه الى فيلا ديفيرونس في برشا ماتشات كان ديسيزيف وماركا. سي جوار اللي يعرف يتبلاصه في المنطقه 18 متر وهداف. وثالث حاجه ممكن اهم حاجه انه يعطيك برشا حلول، يجب تلعبه على الكولوار كما تجم تلعبه تحت المهاجم، كما لعب مهاجم وقت غاب بونجيح في الستة مباريات وقت الورقه حمراء كان لعب هو مهاجم والنجم انتصر وسجل هو اهداف. مجدي صحيح الكلام اللي كان يقول فيه هنيس كله صحيح، هذا اللي لخص كل شيء على المويهبي. يعني هجوميا سي ان جوار بوليفالون، معناها يلعب لك كلوار غوش ولا على اليمين كيف كيف في الكلوار اليمين، ولا يلعب لك لاتاكون ولا حتى تحت لاتاكون اللي قوت يوسف المويهبي اللي هي تحت لاتاكون سيرتو مع النادي الافريقي، ولا حتى كي رجع مع النادي الساحلي. خلينا نرجعوا للفتره الاخرانيه اللي النجم ما وجدش فيها يعني قوته الهجوميه، خلينا نقول كان يوسف المويهبي هو يعني في ستة وسبعة مقابلات مهمين جدا بالنسبة في ظرف حساس النجم هذا الساحلي إبراهيم، كان يوسف المويهبي هو ديسيزيف وكان هو اللي يجيب في نقاط النجم الساحلي. لكن كما حكى سي عبد الباقي قبيله ظهر لي فما
سوء تفاهم بينه وبين المدرب فوزي البنزرتي، وما فما حتى شيء اخر نجم يكون بخلاف هذايا، لانه قيمه ثابته يوسف مويهبي. فوزي البنزرتي حتى حد ما نجم ينقده في اختياراته، لانه اليوم ناجح وهز كوب دافريك اللي بالمناسبه يوسف مويهبي ساهم فيه، الكوب دافريك اللي هزته ليتوال وساهم فيه بنسبه عاليه جدا. لكن اللي نحبوه نحن تكون علاقه طيبه بين اللاعب وبين النادي، يعني حتى كان صار سوء تفاهم ولا النادي ولا المدرب ما عادش يرغب في اللاعب ولا اللاعب النادي ما قدملوش يعني عقد كما ينتظر هو، تكون يعني القطيعه تكون خليني نقول تكون يعني بروفيسيونيل، يعني نجم ودية يمشي وديه تكون يعني يمشي لنادي اخر. ومشكور على الاضافه، يعني نصور كما قال هو، كنت نتبع فيه في تيار شحكي، قال ما نحبش نخسر المحبه نتاع جمهور النجم الساحلي، لانه يعني فتره فترات نجم جمهور النجم الساحلي ولا يندد باسمه ولا يحب يوسف المويبي، يعني سي با فاسيل راهو باش جمهوري ولا يندد باسم لاعبي في فتره قصيره. ان شاء الله النجم الساحلي يعني يرقى حل مع يوسف المويبي، لانه لاعب خلوق قبل كل شيء، ونجم يعطي اضافه كبيره للفريق تاع النجم الساحلي. لاعب خلوق سليم الجديدي ما يقلقش في التصفير. لا صحيح، هو يوسف عملت يمكن بعض مقابلات الحقيقه ما تسمعوش يحكي بالكل، معناتها بالحق ما تسمعوش، معناتها اللي تخي ديسكري، معناتها يلعب لا يحكي برشا تقييم الحقيقه، معناتها ما يتكلمش جمله، وحتى لي سيميلاسيون ما يعملش لي سيميلاسيون الحقيقه، ما يقلقش الحكام معناتها يوسف. واضح. نمشيو للجلسه العامه للترجي الرياضي التونسي اللي عقدها في واحد من ضواحي العاصمه الشماليه الترجي الرياضي. جلسه كانت عاديه تقريبا في المجمل نتاعها، وتم فيها تقييم ابرز المراحل السابقه. مشينا احنا كفريق احد رياضي وتابعنا الجلسه هذه. في أجواء طيبة عقد الترجي الرياضي بأحد النزول بضاحية الشمالية جلسة العامة العادية لموسم 2014-2015. جلسة عامة عادية تعودنا عليها في مثل هالفترة من المواسم الأخيرة لعدة أسباب، وعدم التئام جلسة انتخابية لغياب الترشحات في كل مرة. هي جلسة انتخابية كما قيل، ولا هي جلسة لتنقيح النظام الأساسي، خاطر هذيك تجي في جلسة خارقة العادة. جلسة اليوم هي جلسة العامة العادية تسمى، اللي تم فيها عرض التقريرين المالي والأدبي على المنخرطين باش يناقشوهم، وجلسة اليوم تتعلق بموسم 2014-2015 في النظام الأساسي، وهذا صادقوا عليه المنخرطين في صورة إذا ما فماش قائمة تتقدم اللي هي تتسلم مقاليد الجمعية من الهيئة المتخلية، الهيئة المتخلية هذه تواصل معناها تسيير الجمعية لين يتم انتخاب هيئة جديدة، ولهذا الهيئة توا هذه نتاعنا توا تسمى هيئة تصريف أعمال فقط. أصعب مهمة تنجم تكون المهمة اللي تقوم بها أنت؟ لا بصراحة، أصعب مهمة هي إدارة الفريق، والصبر على نقد الناس، والصبر على النتائج، هذه أصعب مهمة. حضور عدد كبير من الكشخين من مختلف الأجيال ثمنوا العمل الكبير للهيئة المديرة لفريق باب السويقة، وعلى رأسهم السيد حمدي المدب. كانت الفرصة متاحة لنقاش عدة مسائل، أبرزها غياب أكابر كرة القدم عن منصات التتويج في الموسم الفارط، وتراجع النتائج مقارنة بالمواسم القليلة الماضية. الموسم الفارط بعدنا على القاب، إن شاء الله الموسم هذا يكون موسم طيب على كيما عود الترجي الرياضي التونسي أحبائه ومنخرطيه. وهذا الكل العمل اللي أنت تعرف معناها، ما زاد ما نقولوا من اجتهد وأصاب فله أجران، وان اجتهد ولم يصب فله أجر واحد. على الأقل الموسم الفارط فما أجر الاجتهاد، وإن شاء الله الموسم هذا يكون أجرا إن شاء الله. وبعد عرض التقريرين الأدبي والمالي وتقييم عمل الفريق خلال الموسم كامل، طرق أبناء النادي من قدماء ومسؤولين وأحباء إلى أهم المشاريع المستقبلية وما ينتظر الترجي من تحديات ورهانات للعودة إلى منصات التتويج، وأكدوا على معالجة بعض النقائص وضرورة التفاف أبناء الأحمر والأصفر وتجاوز كل الخلافات، خاصة أمام بعض حملات التشكيك في عمل الهيئة المديرة اللي سبقت الجلسة العامة أيام قليلة. مسيت لأنها الأسوسياسيون تاع قدماء الرياضيين، أول حاجة ساعة ما فيهاش نومبر كبير، ونحترموا كل الناس والكل مولاد جمعيتنا، لكن يظل خرجت على الموضوع. الترجي الرياضي قوتها أنها أسرة، عائلة،
وبالتالي شعور بالانتماء للأسرة الترجية يبقى دائما راسخ في نفوس كل إنسان انتمى لهذه الجمعية وتربى في أحضان هذه الجمعية وساهمت الجمعية في تكوينه في جعله قادر على الدخول إلى معترك الحياة بما دخل به إلى معترك الحياة. الكل خلال هالجلسة ثمنوا تضحيات رئيس الترجي الكبيرة اللي لوح بالاستقالة مع التعهد بمواصلة مساندة الفريق ماديا ومعنويا، وهو ما رفضوا كل الحضور وأكدوا تمسكهم ودعمهم بكل السيد حمدي المدب لمواصلة المسيرة وإكمال مشروع الترجي 2019 واللي يعتبر من أبرز أهداف رئيس الترجي منذ سنوات. ما هوش سهل اللي قاعد يقوم به السيد حمدي المدب، ويصعب على أي إنسان اليوم في تونس، ولذا معناتها اليوم شفت من الواجب باش نجي ونوصل إيماجري تضامنا مع رئيس النادي والهيئة، إن شاء الله يقبل باش يواصل السيد حمدي المدب. نحن في الترجي نسعاو باش نكونوا يد واحدة، مش هذا كلام فارغ، مبني على ثقة، وحتى حد ما يجبر رئيس الجمعية باش يدور حوله ناس يستثيقهم، والثقة هي الأساس في العمل، لأنه تكون عندك منظومات هائلة لكن ما ثماش ثقة ما ينجحش العمل. من كونات النجاح هي الاحترام المتبادل، الثقة، وعلى كل حال إن شاء الله ترجي من حسن إلى أحسن. تقرير زميلنا سفيان الوجه اللي كان حاضر في الجلسة العامة العادية هذه. عبد الباقي حمدي المدب يلوح بالانسحاب من إدارة الترجي الرياضي التونسي، خلق شوية قلق عند بقية المسيرين وحتى عند بعض من جماهير الترجي. أكيد أنه جمهور الترجي عبر عن جمهور الترجي أو الجلسة العامة، اللي نقول أنه الجلسة العامة معناها عندها سلطة. الجلسة العامة عبرت عن تمسكها بمواصلة حمدي المدب رئاسة النادي، وهذا ما يخلينا ننتظروا أنه كما العادة حمدي المدب معنا كان ديما مستجاب لانتظارات أحباء الجمعية، وأنه يقدم قائمة وأنه تعقد الجلسة العامة الانتخابية للترجي الرياضي التونسي في أقرب وقت. أهم شيء في الجلسة العامة هذه أنا بالنسبة لي هو يتعلق بالجانب المالي للترجي الرياضي التونسي. الميزانية بالمقارنة العام اللي سابق هبطت بخمسة مليارات، معناه هذا يدخل في إطار ترشيد المصاريف، وهو شيء نقطة إيجابية. النقطة المخيفة بالنسبة لي واللي في نفس الوقت نثمنها أنه رئيس النادي حسب التقرير هذا تبرع بعشرة مليارات، معناه في العام هذا أعطى عشرة مليارات للترجي الرياضي التونسي من جملة 22 مليار نتاع الميزانية. وإذا كان معناها البادرة هذه معناها تستحق أن تشكر وتذكر، ولكن تطرح هذا سؤال، إلى متى مش يبقى الترجي رهن وجود شخص يعطيه معناها المونطو هذا؟ حمدي المدب مش يجي نهار أكيد جدا، وهذا من حقه إذا كان مشتوى مش يجي نهار آخر يقول لك أنا يلزمني نرتاح وأنا عندي أموري وعندي كذا. ألور في الحالة هذه منين مش تسد النقبة هذه متاع العشرة مليارات؟ هذا يدعو الى ضروره التفكير في خلق موارد ماليه معناها ثابته في الترجي التونسي، كما كان ثم نزل الحديقه ما هو الا فكره. افكار اخرى موجوده مطروحه من حيث الاستشهار تجم بوركوبا تفكير في التعامل مع شركات عالميه كما هو معمول، ثم شركات عربيه قاعده تتعامل مع اوروبا، الترجي اسمها يبيع كما النجم كما النادي الافريقي كما النادي الصفاقسي باعتبار مشاركتهم الافريقيه والدوليه، التفكير في حاجه من النوع هذا، التفكير بوركو با في 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 مركز تكوين شبان عالمي بمواصفات عالميه، نتصور ال10 مليارات يعملوا لك مركز كيما هكا اللي يجم يسوق ملاعبيه لبرا ودخل منهم فلوس. ثم ما نجمش نستحضر انا افكار تو، ولكن يلزم تو التفكير في هذا. انا كنت انتظر انه مثل هذه المقترحات تاتي مما سمي في الترجي الرياضي التونسي بافاق 2019، ولكن افاق 2019 لحد الان ما عطاونا حتى شيء في اطار تخليص الترجي من
من من من من من السيستيم نتاع اعطي شكون يتبرع لي وشكون يعطيني باش نجم نعيش. انه يلزم الترجي والانديه التونسيه الكل يلزمها من توا تبدا تخمم في مصادر التمويل الذاتيه باش تنجم تعيش وتنجم تتواصل. في الختام اللي بذلوا مجهود الى حد الان بما فيهم رئيس النادي ومن معه بارك الله فيهم، ولكن يلزم تفكير اعمق من الحالي من اجل استمراريه الفريق هذا. بارك الله فيهم، زاد بارك الله فيهم اللي عملوا في اطار الاحتفال باليوم الوطني للارشيف تظاهره كرموا فيها مجموعه من الصحفيين الرياضيين والمصورين الرياضيين زاد اللي موتى بالطبيعه رمزيا تم تكريمهم عن طريق استقبال واحد من عائلتهم وكذلك الموجودين على قيد الحياه. نذكر المرحوم بشير المنوبي، المرحوم محمد بوغنيم، المرحوم عبد الحميد رجاز، والمرحوم محمد المدب، وربي يطول في عمره احمد المغيربي، وحبيب هميمه زميلنا المصور الرياضي. تم تكريمهم في اطار التظاهره هذه اللي كان عنوانها الارشيف الخاص والذاكره الرياضيه. نشوفوا تقرير خاص ومن بعد نرجعوا باش نحكيوا على التظاهره هذه. الامام يدخل باهي التوزيع، شكون ثم بالراس؟ شكون ثم بالراس؟ خارق العاده. إذن الهجوم يرجع لصالح الملعب النابلي عن طريق منير جارالي إلى شقيقه سمير جارالي اللي ينجح في المحاولة. يكفي أن تستمع إلى أصواتهم أو ترى صورهم حتى تعود بنا الذاكرة إلى سنوات الزمن الجميل، زمن صنعته قامات في مجال الإعلام الرياضي، المرحوم محمد بوغنيم، عبد الحميد الجاز، محمد المدب، وعم بشير المنوبي، كلهم رحلوا وتركوا أجمل التعاليق والصور من مختلف الميادين الرياضية. وزارة الشباب والرياضة تستغل الاحتفال باليوم الوطني للأرشيف لتكرم من رحلوا ومن وصلوا المسيرة إلى حد الآن في حقل الإعلام الرياضي. إن شاء الله البدري هذه تلقى الصدى الطيب، وإن شاء الله ينجح فكرة المشروع الوطني الرياضة للمتحف الوطني الرياضة اللي هو فكرة موجودة منذ التسعينات في الوزارة ولكنها لم تتجسد، وإن شاء الله تتجسد اليوم مع وزارة الشباب والرياضة في المستقبل القريب. سي الحبيب، حتى يوم تكريمك قاعد تخدم؟ نورمال، حياتي كامل نخدم، من تخلقت في حياتي نعم في سبور. مش نورمال اليوم تاخذ بوز؟ لا لا، بوز انت تاخذ بوز معايا كامل. الحياة مستمرة، اسمعني، أحسن حاجة هي الحياة في الاستمرارية نتاعها، قوتها غادي في الاستمرارية. نحب الدنيا. تو في الدومين؟ ما بديتش. قريب نوفا مازلت ما بديتش. حاجة عملها جديدة ما كانتش موجودة قبل. وبارك الله فيه، وذول اللي الناس اللي هوني مش على قولهم ولا واحد تستحقوا، سواء كان خدمة واحد صحافي ولا كواري ولا واحد، الناس يستحقوا، عملوا حاجة على الأقل لبدا. بالنسبة لتونس الاعتراف بالجميل للناس اللي خدمت كرة قدم والرياضة بصفة عامة، دونك هذايا معناها حركات ماذا بينا راهو ديما وتشمل معناها الرياضيين اللي يستحقوا، والحقيقة لحد الآن ماشية بكذا الأمور. الاحتفال باليوم الوطني للأرشيف تحت شعار الأرشيف الخاص مكمل الأرشيف العام ودعامة للذاكرة الوطنية، سجل تكريم كل من عائلة المرحوم بشير المنوبي، محمد بوغنيم، وعبد الحميد رجاز، ومحمد المدب، إضافة إلى عدد من نجوم الإعلام الرياضي أحمد المغيربي، حبيب هميمة، علي العيساوي، عبد الوهاب الدرويش، وإبراهيم الززار، وعبد الستار العمروسي. اليوم يوم مهم في ذاكرة وزارة الشباب والرياضة طبعا، لأنه كرمنا وجوه عندها قدمت إضافة وعندها إضافة كبيرة للمشهد الرياضي التونسي، وحسسناهم بقيمة تجميع الأرشيف الرياضة وتفاعلوا معنا إيجابا من خلال هذا التكريم. إن شاء الله باش نواصل العمل لإحداث نواة المتحف الوطني للرياضة. أنا نقول أنه إذا كان شعب ما عندوش ذاكرة فأنه عليه أن يراجع مثل هذه الأمور، لأن الذاكرة هي لا فقط اعتراف لأجيال عملت في الحقل الرياضي وأبدعت ورفعت الراية عاليا، وإنما أيضا هو استمرار لمستقبل أجيال أخرى وقت اللي تجي تعرف البلاد هذه والرياضة في تونس راهي مش من عدم. يكون عندنا قاعدة قانونية للمتحف، لأن المتحف لا بد أن يكون عنده هيكلة قانونية، ثم تجميع هذا الرصيد الهام اللي موجود عند مختلف صحفيين رياضيين وغيرهم. لا أخذ نعم. اللهم صل على النبي.
عبد الباقي، تكريم الصحفيين الرياضيين، الاعتراف بما قدموه على الساحة الرياضية، هذا ما يعتبر إلا شيء إيجابي، لكن فما أسماء منقوصة بصراحة، هي تعتبر أعلام على مستوى الساحة الرياضية، خاصة في مستوى الصحافة الرياضية ولا التصوير الرياضي. نلقاو مثلا المرحوم نجيب الخطاب، مجيد مسلاتي، توفيق العبيدي، الحبيب العجيمي، برشا أسامي بصراحة ما تمش تكريمها وما تمش حتى أنه نذكروها سواء الحياة منها وإلا حتى موجودين لحد الآن، وإن شاء الله ربي يطول في أعمارهم. صحيح، ولكن هو التكريم مشى في تام معين وهو تام الأرشيف وتدوين التاريخ الرياضة التونسية، والناس اللي تم دعوتهم كانوا براتيكمون مختصين في الشيء هذا، كيف نقولوا عبد الوهاب درويش هو ذاكرة كرة قدم التونسية معنا بدون أي نقاش، كيف نقولوا البشير المنوبي ولا حبيب هميمة زاد ذاكرة بالصورة متاع الرياضة التونسية. صحيح ثم أسماء أخرى اللي ربما أكيد وأشار الوزير إلى ذلك أنه سيتم زاد تكريمها. كيف معك أنا عبد الباقي في المنطقة هذه، مثلا زميلنا عماد الكيلاني اللي هو معنا الكيلاني اللي هو مثلا عنده تاريخ كرة القدم ولا أنا ذكرت هذا في مقال يوم السبت وما تمش تكريمه. صحيح ذكرت هذا في مقال يوم السبت، تم معناها ربما تأجيل أو نسيان بعض الأسماء كما عماد الكيلاني، كما محمد الكيلاني صاحب كتاب تاريخ كرة القدم التونسية، كما المرحوم عمر غويلة اللي ما فات على حتى مشاركة دولية للرياضة التونسية في التظاهرات المتوسطية والدولية والأفريقية، ثم أسماء أخرى. ولكن البادرة تبقى طيبة بارك الله فيها الوزارة. ثم أهم شيء، أهم من التكريم، هي فكرة بعث المتحف الوطني للرياضة اللي فريمون المتحف هذا معناها إذا كان يتم إنجاز الفكرة هذه معناها ستكتب بأحرف ذهبية لفائدة ربيعية. الوزارة والوزير الحالي باعتبار أنه عندنا سنوات وسنوات ننتظر متحف كي من هذا، لأنه متحف كي من هذا يراو يجم يصلح حتى للدراسات الأكاديمية خاصة في معهد الصحافة وعلوم الأخبار. واحد معناها عنده أبعاد مهمة ومهمة جدا، إن شاء الله يتواصل العمل في اتجاه إنجازه وإنجازه يحتم دعوة الناس اللي كنت تحكي عليها تو، الأحياء منهم إن شاء الله وتكريم الأموات منهم ممن لم يكرموا، وأنا أعتقد أن الوزارة مدامي عملت خطوة أولى أكيد ثم خطوة ثانية. على كل حال إن شاء الله كما قلت أنت يا رام نور، هذا المتحف الرياضي خاصة أنه باش ينعش ويسجل الذاكرة الرياضية وباش يكون هذا شاهد بالنسبة للأجيال القادمة على عشرة الرياضة في تونس. نمشيو إلى الملعب الجابسي اللي اختار المدرب الجديد متاعه نزار خنفير اللي أجرينا معاه كفريق أحد الرياضي حوار خاص. بعد خروج المدرب مراد العقبي في تجربة جديدة بالخليج وتحديداً مع نادي الكلبالي ماراتي، استقر قرار هيئة المديرة للملعب الجيبسي على المدرب المساعد للمنتخب الوطني أقل من 23 سنة نزار خنفير. كاميرا الأحد الرياضي التقت المدرب الجديد للملعب الجيبسي في حوار حول التجربة الجديدة بعد 8 سنوات يعود لأجواء الرابطة الأولى، وآخر تجربة للمدرب نزار خنفير كانت مع نادي حمام الأنف. وقت جيت لنا تم كل الترحاب قبل كل شيء من الأحباء ومن الهيئة المديرة، كمجموعة طيبة، ما يخفكمش اللي السنة الفارت حداو معناتها موسم استثنائي وباهي، نحاولوا بقدر الاستطاعة باش نكونوا في المستوى هذاك، دونك اوتوماتيكمون وين ثم إمكانية باش راني جمعية بوكو با، راني وجمعيات وهذه معناتها الإفادة نعطيوها للجمعيات، الخبرة اللي خذيناها في التدريب في المواسم الفارطة الكل، نحاولوا بقدر الاستطاعة باش نعطيوا الإضافة للمجموعة اللي رانيوها، وإن شاء الله الجابس تستفيد بالخبرة هذه. هدف العقد واضحة، معناتها أهم حاجة لازم نرجعوا الجمعية في مكانها، عملناه اللي تي كلاسي سيزيام دونك اون دو ايتر اونتر سيزيام و سيتيام بلاس في الشامبيونان، اي عندنا الكوب دو تونيزي وعندنا الكوب دافريك، اون ايسيو ماكسيموم دالي لو بلو لون بوسيبل في لي كومبيسيون هذوما. انا بيرسونيلمون قعدت برشا عندك في ثلاثة مراحل جات في ليكيب ناسيونال من عام 80 حتى عام 87، من 90 حتى 93، من 2010 حتى 2015، معناتها فترة لا يستهان بها، معناتها اوتوماتيكمون افيك toute cette expérience là on essaie au maximum d'aider le club اللي يخدموا فيه واللي هي تو actuellement جابس، نحاولوا بقدر الاستطاعة نعطوها الإضافة الفنية. سي راوف مرزوقي خونا ان تري بون انترنور و ان انترنور بروفيسيونيل يخدم على روحه،
سي فري جي تروفي ان دو سيس انا موجود خدمه معايا، ولكن هو زاد تنقل في عده جمعيات، كتب المكتوب باش نرجعوا كل مع بعضنا هنا. درب المنتخبات عنده خصال معينه، معناتها يلزمو يكون مركز على الجمعيات الجمهوريه التونسيه وخارج الجمهوريه التونسيه، يتابع اللاعبين الكل، والخدمه نتاعو مركزه اكثر في الترقصات اللي يحاول يلم احسن اللاعبين. بار كونتر في الجمعيه سي ترافاي كوتيديان يوميا متابعه نتاع اللاعبين نتاعو، يحاول بقدر الاستطاعه باش يعطيهم الاضافه، ولكن اون جينيرال كل جمعه يحضر الماتش نتاعو. بعد مراد العقبي نلقاو نزار خنفير في الملعب الجابسي اللي داخل على رهان افريقي يعتبر مهم جدا. نزار خنفير تعرفوا عن قرب انيس بوجلبان، كان مدرب مساعد في نادي الصفاقسي وقت اللي كنت تلعب. صحيح، كان مع سي مراد مدرب مساعد في نادي الصفاقسي، من احسن الشخصيات اللي تعاملت معها، يعني مش بصراحه مش رمي الورود، مدرب ممكن احنا في الكوره ثم شويه ظهر ما كانش مظهر برشا، لانه بصراحه من المدربين اللي قاعدوا كما يقولوا في كاريري. صحيح انه درب محمد نفس، درب حتى المنتخب، وصل درب منتخب تونس، ما نجمش نساو مباراه كولومبيا، المباراه اللي قبل ما يجي لوكانس كان هو مدرب المنتخب، وكل مره يحط لومبرينت نتاعو، معناها سي نزار من لي زونترنور اللي ما يتعداش هكاك، ديما يحط البصمه نتاعو. مالوريزمون ما كي جاتو فرصه باش بدل دو ستاتي ولا ستاتي بريمير اونترنور ما قعدش غادي، رجع كجوا ممكن هذه اللي عملت الفارق في كاريري، ولكن فنيا سي اونترنور كومبيتون، يعرف عقليه الملاعبي، يفهمنا شنو نحبوا، يعرف يتعامل معنا، وكان قريب ياسر من الملاعبيه، وحتى سير البلان تكتيكي اللي فور، يعرف يقرا ليكيب ادفيرس. دونك سي اونترنور اللي تعدى بجنب كارير كبيره كمدرب. يقول انيس يخلي البصمه نتاعو واحد كيما نزار خنفير اليوم في الملعب الجابسي اللي قدامه رهان افريقي كبير، كيفاش ينجم يخلي البصمه نتاعو اليوم نزار خنفير في هالوضعيه هذه اللي يعيشها الملعب الجابسي، خاصه انه الرهان يعتبر والتحدي يعتبر كبير برشا. عنده تشالنج قدامه اللي هو يعني كاس الكاف جايته، ظهر لي نصور مادام مشى للجيبس كونه يعني شاف ليفيكتيف وقيم ليفيكتيف، لانه قبيله في التصريح نتاع نزار خنفير قال مجموعه طيبه موجوده في جيبس، يمكن مع دخول الكومبيتيسيون قبلها باش يصير تدعيم الفريق، لانه مش مسهل باش تدخل في كومبيتيسيون معناها كيما الكاف وانت ما عندكش ملاعبيه دو ا لي 11 اللي هما يكون عندهم مستوى معين باش نجم تلعب لو نيفو، ودو دو معناها البنك نتاعهم، لانه باش تصير في يعني في كومبيتيسيون في مستوى عالي. ظهر لي قاعد يعرف شو يعمل نزار خفيل، يعني انا زاد دربت عنده كسوا في المنتخب ولا في النجم الساحلي اون 2004 مع سي مراد محجوب. يعني حب نرجع على كلمه ادجوان، بالنسبه لي انا مهم جدا دور ممرن مساعد، لانه مش الممرن الاول هو اللي ينجم يصنع الفارق في العالم، يعني شوفوا حتى في المساعدين مدربين مساعدين في العالم شوفوهم هما اللي الوجه اللي رابيه المدرب يعني الفريق، واذا كان ترقى مساعد مدرب يتماشى معاك ويكون عنده مستوى عالي تنجم تنجح، اذا كان مساعد مدرب موجود كيكه وبرا محطوط ماكش تنجح، معناها باش نبداو واضحين، لانه والامثله عديده من غير ما نقعد نسمي في الامثله، لكن نزار خنفير من المدربين المساعدين اللي عندهم بصمه مع المدرب الاول. دونك بالنسبه لي انا يعني قام مسيره طيبه نزار خنفير، ويستحق يعني كونه ياخذ فريق كمدرب اول. يعني نتمنى له التوفيق مع الملعب الجابسي المدرب نزار خنفير. قبل ما نوصلوا للختام اللي نختموا اليوم مع فقره الرياضه العالميه من عدد زميلنا عبد الرحمن العش، نحب من يسمحوا لي بصفه شخصيه نحب نوجه تحيه الى روح زميلنا عبد المجيد بن اسماعيل اللي كانت عنده زاد كذلك هكا ولا على الباقي، عنده اسهامات كبيره في الساحه الرياضيه الوطنيه، وانا علاش خذيتها موضوع شخصي لانه هو زاد ساهم في انه البرنامج كما برنامج الاتحاد الرياضي يقف على ساقيه، وعنده عديد الاضافات فيه باش انا لقيت اليوم البرنامج هذايا عنده النجاح والجماهيريه الكبيره هذه. كل تحيه لروح زميلنا عبد المجيد بن اسماعيل. نمشي لفقره الرياضه العالميه. في
في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2015 في أوزاكا، هزيمة ثقيلة لبطل أفريقيا مازيمبي أمام ممثل اليابان سانفريس هيروشيما 3-0، وعدم تكرار إنجاز 2010 والوصول النهائي أمام إنتر ميلانو الإيطالي، فوات دفاعية فادحة في غياب الحارس كيديابا وثلاثة أهداف يتحملها محور الدفاع والمسجلة من شيوتاني شيبا وسيوني لممثل اليابان. نهاية الحلم لفريق المدرب باتريس كارتوران، وخوض النصف النهائي لفريق هيروشيما أمام ريفر بليت الأرجنتيني الأسبوع المقبل. أول مباراة رسمية للمدرب غاري نيفيل وانسحاب فالونس في كأس رابطة الأبطال الأوروبية منذ دور المجموعات بعد الهزيمة المفاجئة ضد ليون 2-0 في الميستايا الأربعاء الماضي، ورغم عودة مصطفي الألماني لمحور الدفاع إلى جانب التونسي أيمن عبد النور، هو أول فوز ليون صاحب المركز الأخير مقابل ترشح فالونس للأوروبا ليج بعد التواجد في المركز الثالث لمجموعة سجل التأهل كل من زينيت الروسي ولاغونتواز البلجيكي. في البطولة الفرنسية المدافع الدولي التونسي سيام بن يوسف والمنتمي لكان يسجل 3 أهدافه بمناسبة مباراة الجولة 18 أمام رين خارج الميدان، هدف مقابل هدف، وتواصل النتائج الإيجابية لتشكيلة غاروند هذا الموسم. دارت مساء أمس في باريس قرعة كأس أمم أوروبا 2016 لأول مرة ب24 منتخب في غياب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ميشيل بلاتيني، وبعد يوم من إبعاد كريم بنزيما على المنتخب الفرنسي لأسباب متعلقة بقضيته مع ماتشيو فالبوينا. من أبرز الاستنتاجات تواجد المنتخب الفرنسي في المجموعة الأولى مع ألبانيا رومانيا وسويسرا، في حين ضمت مجموعة بطل أوروبا 2008 و2012 المنتخب الإسباني كل من تركيا كرواتيا وجمهورية تشيك. كما يجدد بطل العالم المنتخب الألماني العهد مع المنتخب البولوني منافسه في التصفيات بقيادة ليفاندوفسكي، ويلتقي المنتخب البلجيكي والإيطالي في أول مباراة في الدور الأول في نفس المجموعة. ونختم بقضايا الرشاوي والفساد المتعلقة بأبرز هيكل دولي في كرة القدم الفيفا، وقرار محكمة التحكيم الرياضي التاس في سويسرا الإبقاء على العقوبة المؤقتة ضد ميشيل بلاتيني بالإيقاف عن كل نشاط رياضي لمدة 90 يوم، وصادرة يوم 8 أكتوبر الماضي من لجنة الميثاق بالفيفا، حيث تقلصت حظوظ ميشيل بلاتيني في خوض معركة الرئاسة بمناسبة انتخابات الفيفا يوم 26 فيفري 2016 مع إمكانية إصدار عقوبات قاسية ضد صاحب الكرة الذهبية الأوروبية 3 مرات في نهاية ديسمبر من طرف لجنة الميثاق في الاتحاد الدولي لكرة القدم. السباق انطلاقا من الجولة الجاية جولة 9 باش يكون ماراثوني كما قلنا قبيلة، باش يكون سريع برشا، باش نتقابلوا على ذاك مرتين في الجمعة أربعة والخميس والنهار الأحد بصفة قارة. على ذاك نسبة جلبان مجدي تراوي تحضروا رواحكم، وزادة سليم جديد عدم نحكيه في الموفيولا، والدار ديما محلولة ليك زميل عبد الباقي مسعود، مرحبا بيك ديما. هكا كملنا حلقة اليوم الأحد الرياضي، إن شاء الله نتلاقاو نهار الخميس الجاي في بعد استكمال مباريات الجولة 9 نهار الأربعاء ونهار الخميس.